السلام عليكم. الله يساعدكم ويعينكم إن شاء الله ويسهلها عليكم هاي السنة وتقضى على خير وسلامة. محاضرتنا اليوم يعني بس واحد يخلي ذهنه يمها إن شاء الله سهلة. أوكي، هي تكمل المحاضرة السابقة. بالمحاضرة السابقة أخذنا الأمينو أسيد والبروبرتيز إلها، وهاي يعني هذا السلايد يذكرنا بالأمينو أسيد والكلاسيفيكيشن إلها. إحنا عندنا الأمينو أسيد 20 أمينو أسيد، ممكن نقسمها 10 بعشرة. 10 هذه الملونة بال بلو والفايوليت واليلو كلرز، هذه هي البولر امينو اسيد. وعندنا اللي هي باللون الجرين اللي هي نون بولر امينو اسيد. البولر ايضا نقسمها تقسيم حتى يسهل علينا، تقسيمها نقسمها الى 5 من عندها راح تكون تشارج امينو اسيد، وهذه راح تمر علينا كلش مهم انها نحفظها. هم نحفظ بس هذول الخمسه، نحفظ اسمائهم بالثلاثي والشارج لكل واحد من عندهم، معناتها سيطرنا، والبقية هم معتينا نمر عليها ونحفظها، نحاول نحفظ الاسم والرمز الثلاثي لأن راح يمر علينا كل شوية بالمحاضرات اللي تجي. فعدنا الأسبارتيك أسيد، جلوتاميك أسيد، هذولا نيجاتيف شارج يعني أسيدك أمينو أسيد. وعدنا ثلاثة هم البيسك أمينو أسيد اللي هم الأرجينين لايسين أند هستيدين. البقية الأسباراجين، جلوتامين، سيرين، ثريونين، تايروسين، هذولا بولر أمينو أسيد without charge، يعني يتآثرون ويا الأكيوس ميديوم يسوون هيدروجين بوندينج لكن هم not charge. هذه الأمينو أسيد. البقية هم نون بولر أمينو أسيد، ألانين، جلايسين، فالين، ليوسين، أيزولوسين إلى آخره، هذه نون بولر أمينو أسيد. نجي للبابتايد، ايضا اخذناه بالمحاضرة السابقة. البابتايد اند بروتين، بالبابتايد وبالبروتين الامينو جروبز اوف ون امينو اسيد از لينكد تو ذا كاربوكسيل جروب اوف ذا نيكست امينو اسيد فورمينج ذا بابتايد بوند اند ريليزينج ووتر مولكيول. الامينو اسيد الاول قلنا الكاربوكسيل، قلنا عادة نكتب الامينو اسيد بهالشكل هذا، انه تكون عندي الامين جروب الى جهة اليسار والكاربوكسيل جروب الى جهة اليمين. فعندي الفيرست امينو اسيد الكاربوكسيل جروب اوف ذا فيرست امينو اسيد وذ ذا امين جروب اوف ذا سكند امينو اسيد. هنا يصير عندنا حذف جزيء اسماء، تتكون عندنا البيبتايد بوند هذه اللي هي باللون الاصفر. واخذت مواصفات البيبتايد بوند شلون تكون، تكون عبارة عن بلين. الامينو اسيد بالبيبتايد شين نسميه امينو اسيد ريزيديو، يعني فضلة الامينو اسيد لانه ينحذف من عنده جزء من يصير بالبيبتايد. طبعا البيبتايد شين تحتوي على من 2 الى 50 امينو اسيد. عادة الامينو تيرمينس دائما الان، يعني الامينو اسيد اللي يحتوي على الان جروب الامين جروب، هذا نسميه الفيرست ريزيديو. وعادة نقرأ السيكونس للبيبتايد يعني للبيبتايد تشين أو للبروتين نقراها من اليسار إلى اليمين from left to right. الأمينو أسيد اللي يحتوي على الأمين جروب اللي هو نسميه الأنترمينس، هذا عادة ننطي رقم واحد the first أمينو أسيد، ومن ثم آخر واحد اللي يحتوي على الكاربوكسيل نسميه السي تيرمينس وننطي الرقم الأخير. فهسه مثلا بهذه القطعة البيبتيدية عندنا نقراها بهالشكل هذا، نقراها مثاينين، اسبارتيك اسيد، ليوسين اند تايروسين. تايروسين از ذا لاست امينو اسيد ان ذس بيبتايد. هذا حكينا عن البيبتايد. الان لو نتكلم عن البروتين راح يكون النمبر اوف امينو اسيد اكثر، تتراوح بين 50 to 2000 امينو اسيد ريزيديو. المولكيولر ماس للامينو اسيد هو اباوت يعني 110 دالتون. سو ذا مولكيولر ماس اوف بروتينز تتراوح بين 5.5 الى 220 كيلو دالتون. بروتينز نوت اور دونت اكزيست از لينير بوليبيبتايد بات فولد انتو ا يونيك 3 دايمنشنال ستراكشر.
يعني شنو الثري دايمنشنال ستراكشر؟ يعني نوت لينير، يعني مو فد شيء الى بعد واحد احنا نقول بيه هالقد امينو اسيد يعني الى بعد واحد فقط الطول، لا، هو يكون بشكل ثري دايمنشنال ستراكشر، يعني البروتين موليكيول جزيئة البروتين بها طول وعرض وارتفاع، هذا معناته ثري دايمنشنال ستراكشر. ليش لازم او شو توفر ان هاي الثري دايمنشنال ستراكشر؟ راح تأثر على الفانكشن اوف بروتين، البايندينج سبيسيفيسيتي، يعني يرتبط which molecule ترتبط بهذا البروتين and which molecule cannot bind to this protein. flexibility، وطبعا البروتينز راح نلقاها flexible molecules، يعني not rigid، يعني مو حجارة وانما هي flexible molecule. solubility، stability، is it stable or not. degradability، هل هذا البروتين ممكن يصير له degradation لو يتجمع بالسيل ويعني ويخليه يعني يصير toxic to this cell. البروتينز لازم يؤدي الوظيفة، وبعدين إذا هو not effective protein المفروض يصير له degradation، مثلا إذا هو انزيم يشتغل شغله ويخلص المفروض يصير له degradation. فهاي كلها من يتحكم بيها؟ تتحكم بيها ال three dimensional structure. زين، منو ينطي للبروتين شكله النهائي اللي 3 dimensional structure؟ يعني وين موجودة المعلومات الخاصة بالشكل النهائي للبروتين؟ طبعا موجودة باللينير سيكونس of the linked amino acid. الانفورميشن الخاصة بالتفاف البروتين بطريقة معينة بحيث ينطيني 3 dimensional structure راح يوفرها منو؟ راح يوفرها السيكونس، وهسه راح نجي عليها. حتى ندرس البروتين بطريقة يعني نسهل دراسته ندرسه عن طريق الـ organization level، نقسميها إلى 4 organization level بالنسبة للبروتين structure. عندنا primary structure، secondary، tertiary and quaternary structure مثل ما تشوفون بالصورة اللي أمامكم. أنا عندي هذه الشكل النهائي للبروتين اللي هو الكواترنري. لو اخذ من عنده جزء، هذا مؤلف من 4 سب يونت، وهسه راح نجي عليها. سب يونت وحده اخذها، هذه السب يونت هي مؤلفه من هذه نسميها تيرشري ستراكشر. لو اخذ جزء من هذا التيرشري ستراكشر، هذا اللي هو الهيليكس، هذا لو اكبره القاه هو سكندري ستراكشر اللي هو الهيليكس، هسه راح نجي عليه. لو ناخذ جزء من الهيليكس راح نلقاه تسلسل امينو اسيد، هذا اللي هو نسميه برايمري ستراكشر. هاي ببساطه هسه راح نجي عليها بالتفصيل. فاذا البرايمري ستراكشر از ذا سيكونس اوف امينو اسيدز ان بروتين. يعني ايش نقصد بالسيكونس؟ يعني تتابع الاحماض الامينيه بالبروتين. اوكي، زين، ليش مهم انه احنا نعرف البرايمري ستراكشر اوف بروتين؟ لانه اذا صار ابنورمال امينو اسيد سيكونس راح يصير عندنا انكوركت فولدينج اند لوس اور امبيرمنت اوف نورمال فانكشن، اللي هي هاي عاده ما نلقاها بالجينيتك ديزيز اللي هي محور موضوعنا. موضوعنا هو جين موليكيول اند ديزيز الموديول. فهذا الأمور كلها تدور حول هذه المواضيع اللي هي الجينيتك ديزيز اللي راح تمر علي أنا بالسيشنات اللي تجي. فهنا عندنا إذا صار عندنا تشينج راح يصير عندنا الثري دايمنشنال ستراكشر للبروتين راح يتغير، وبالتالي راح يصير ممكن يصير الجينيتك ديزيز. طبعا البونز كل واحد من الليفل اوف ستراكشر راح ناخذ البونز المسؤولة عنه. البوند المسؤولة عن stabilization of primary structure للبروتين هي شنو؟ يا نوع من البوند البابتايد بوند only. ما أدري إذا محمد صلاح وياكم، بس محمد اكتب لي على التليجرام بس خلي أشوف الصوت.
اوكي. فإذا عندنا البرايمري ستراكشر البابتايد بوند هي the only peptide that. اوكي شكرا دكتورة كفاح. بوند responsible for stabilization of primary structure هي البابتايد بوند. طبعا البابتايد بوند كلش قوية تكون، حتى تنكسر البابتايد بوند نكسرها بيمن تتكسر بال يعني هاي تمبرتشر حوالي 110 الى 120 ويخلوها 24 ساعة، ويخلون البروتين بهاي كونسنتريشن اوف يوريا هاي كونسنتريشن اوف اسيد، يلا تنكسر البابتايد بوند. فاذا هي كلش قوية البابتايد بوند. حتى من نقول البروتين صار لديناتوريشن ال primary structure راح يبقى. نجي إلى secondary structure of a protein. البوليبابتايد طبعا forms regular arrangement. هنا regular arrangement of amino acid اللي هم شنو شي يكونون near to each other in the linear sequence. شلون تتكون secondary structure؟ طبعا secondary structure the type of bond that responsible for stabilization of secondary structure is hydrogen bond only. فقط هيدروجين بوند، وهاي الهيدروجين بوند ما تصير ويا اي مجموعة، تصير بمجاميع محددة نسميها انترا تشين هيدروجين بوند، يعني داخل السلسلة هيدروجين بوند. بين من وبين من تتكون؟ تتكون بين مجموعة السي او. هسه قبل شوية من حشينا عن البابتايد بوند من تتكون، قلنا الكاربوكسيل جروب راح تفقد او اتش، والامين جروب راح تفقد اتش، تنفقد جزيئة ماء. كاربوكسيل راح يبقى من عندها سي او، والان اتش 2 راح تبقى من عندها ان اتش. فهذه تهيئ لنا لتكوين الهيدروجين بوند، يعني صارت مجموعتين ممكن ان تتكون بيناتها هيدروجين بوند، لكن مو بنفس الامينو اسيد وانما بالسلسله. يعني الامينو اسيد هسه راح نجي عليها بالهيليكس، راح نشوف وين تتكون هذه الهيدروجين بوند، بس هسه نخليها انه عندي الهيدروجين بوند is responsible for the stabilization of secondary structure each type of secondary structure. والsecondary structure عندنا بها different types اللي هم عندي الميجر اللي اكثر شيء راح تمر علينا واهم شيء هي الالفا هيليكس والبيتا شيت. Another هي عندنا اللوب والترنز والبينز اللي هم هذول another type of secondary structure. عندنا ما يسمى بالكولاجين هيليكس، هو ايضا example of secondary structure، هذا راح ناخذه بالمستقبل يعني بالسيشن الثامن تقريبا راح ناخذ الكولاجين. هذا الهيليكس خاص يختلف عن هذا الهيليكس اللي راح ناخذه الان بالsecondary structure of protein. نجي للالفا هيليكس، طبعا هو كويل ستراكشر بالضبط يشبه الكويل، ستابلايزد باي انترا تشين هيدروجين بوند. ذا امينو اسيد بالالفا هيليكس الامينو اسيد سبيس فور ابارت ان ذا برايمري سيكونس ار كلوز توجذر ان الفا هيليكس. الآن إحنا قلنا بالبرايمري ستراكشر أكو عندي أمينو أسيد بصف أمينو أسيد وهكذا مرتبطين بي من ببتايد بوند. الآن هذا وجود الببتايد بوند، من تكونت ببتايد بوند شو تكونت عندي؟ تكونت عندي مجاميع اللي هي السي أو، هذه بس شوفون هنا هذا الرسم الأصفر هذه أمينو أسيد، هنا عندي هذا الأمينو أسيد اللي هو رمزيله آر آي، هذا الامينو اسيد الاول، هذه السنترال كاربون، وهنا هذه عندي مجموعه الامين اللي هي ان اتش 2، مجموعه الامين
هنا هذه تبقى فري مجموعة الأمين. عندي مجموعة الكربوكسيل التابعة للأمينة أسيد الأول، هاي مقسميها مربعات، يعني الأول الثاني، هاي كل مربع يمثل لي أمينة أسيد. الكربوكسيل جروب من الأمينة أسيد الأول اللي هي كانت C double O H group from the first amino acid. CO بغتن صارت بالتايد بوند، ويا من ارتبطت ويا الأمينو أسيد four apart from the this amino acid، ارتبطت ويا الأمينو أسيد الرابع، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة من الأمينو أسيد ويا الأمينو أسيد الرابع اللي هي ويا من ويا ال NH2 group from the fifth amino acid. فصار عندي اللي هو يعني يفرق عنها بأربع فور أمينو أسيد. الآن لو أجي للأمينو أسيد الثاني، عندي CO جروب بالأمينو أسيد الثاني ويا من مرتبطة أيضا فور أمينو أسيد فار أمينو أسيد فار أبارت فروم ذيس أمينو أسيد، هذه CO مرتبطة بال NH جروب. فالآن السكندري ستراكشر أو البابتايد بوند إيش وفرت لي؟ وفرت لي المجاميع اللي تسوي لي secondary structure وبالتالي intra chain hydrogen bonding. فهذا ما يخص الالفا هيليكس. الفا هيليكس بهذا الشكل وبهذه المواصفات. نجي نلقى بيه ابعاد معينة الالفا هيليكس، نلقى بيه ابعاد ثابتة. طبعا من شافوه بالاكس راي شافوه انه فد وحدات متكررة، اللي هي شنو؟ وحدات متكررة بابعاد ثابتة لقوا، اللي هي بعدين سموها تيرن يعني لفة. فعندنا كل تيرن اوف الفا هيليكس كونتين 3.6 امينو اسيد اند هاز 0.54 نانومتر بيتش. نقصد بالبيتش يعني الارتفاع. كل تيرن وحدة لفة وحدة، لفة وحدة يعني شنو؟ يعني دورة كاملة، يعني ابدي من نقطة معينة وافتر بشكل هيليكس وارجع الى نفس النقطة مقابل هاي النقطة. هذه تيرن اسميها لفة كاملة. اللفة الكاملة ايش قد بيها؟ كم امينو اسيد بيها؟ 3.6 امينو اسيد. يعني مو يعني معناتها امينو اسيد، يعني معناتها اكو عندي 3 امينو اسيد كاملة، والامينو اسيد الرابع جزء من عنده بهذه التيرن والجزء الاخر بالتيرن الاخرى. أو نقدر نقول بمعنى آخر كل 36 أمينو أسيد تسوي لي كم تيرن؟ تسوي لي 10، يعني 10 لفات. زين، إذا أجينا كل أمينو أسيد شقد يعني شقد ماخذ من ارتفاع هذه البيتش؟ إذا نحسبها هي حاصل قسمة 0.54 تقسيم 3.6 بالعشرة، فراح يطلع لنا المسافة اللي يشغلها الأمينو أسيد الواحد أو الارتفاع اللي يساهم به الأمينو أسيد الواحد هو 0.15 نانومتر. إيش قد يساهم كل أمينو أسيد من الهيليكس؟ 0.15 نانومتر. أكو أمينو أسيد طبعا تكسر الهيليكس أو ما تسمح بتكوين الهيليكس، منها مثلا عندي البرولين لأن هذا به حلقة. عندنا large number of charged amino acids، إذا صارت charged amino acid شنو اللي يصير؟ طبعا تصير شحنات بيناتها ما تسمح بتكوين الهيليكس بهالشكل هذا. إذا صارت عندنا amino acid اجتي with bulky R group، يعني ال R group إلها يعني كبيرة ومتشعبة، مثلا التريبتوفان الايزوليوسين، إذا بيها تشعبات أيضا ما تسمح بتكوين، إذا تكررت هذه الأمينو أسيد ما تسمح بتكوين الهيليكس، سيتكون شكل سكندري ستركتشر شكل آخر من الأشكال اللي ما فيها. بعد شنو أكو عندنا بالهيليكس؟ طبعا الهيليكس هذا اللي يكونه هو الباكبون الآر جروب. الباكبون للهيليكس تكونه الكربون نيتروجين، كربون نيتروجين، نلقاها وحدات متكررة من الكربون نيتروجين، هذا تكون لي السلسلة اللي تلتف بشكل هيليكس. زين، الار جروب وين ألقاها؟ الار جروب ألقاها للخارج مثل ما هذا بالسلايد السابق. دائما سايد تشين راح تكون اوتورد، الار جروب دائما بالهيليكس راح تكون الى يعني متجهة الى خارج الهيليكس.
وبالتالي الهيليكس هذه الار جروبز اللي موجوده بيه تكون وفقا للبيئه اللي موجود بها الهيليكس. اذا كان موجود ببيئه اللي هي اكيوس ميديوم، يعني هذا البروتين الجزء الظاهري من عنده يكون هذا الهيليكس على سطح البروتين، فتكون هذه الار جروبز راح تكون يعني بولر. اذا لا اعتيادي راح تكون نون بولر، وهي اكثر شيء تكون نون بولر. يعني مثلا اذا عندي ترانس ممبرين هيليكس، ايش راح تكون الار جروب نتوقعها؟ راح نشوفها بالسمول جروب ان شاء الله. نجي الى النوع الاخر من السكندري ستراكشر اللي هو البيتا شيت. البيتا شيت يعني مثل الورقة، ورقة ومطوية اسمها بيتا شيت، اللي هي extended conformation، تكون هنا side chain alternately above and below the plan of the strand. هنا أنا عندي الـ R group راح تكون إلى أعلى وأسفل السلسلة. الار جروب راح تكون للاعلى وبالاسفل بالتناوب، مثل ما تشوفون هذه الاصفر للاسفل والاخضر للاعلى. هذه اسميها بيتا شيت. طبعا عندي طبعا هنا الامينو اسيد شي يسوي لي زقزاق فوم. الان هذا الشكل الاول اللي هو اي، شو نشوف؟ نشوف انه عندنا هنا عندي الان تيرمينال، ان تيرمينال ماشي الى السي تيرمينال، وهنا بالعكس السلسله الثانيه، هذول السلسلتين ايضا طبعا ترتبط بهايدروجين بوند بنفس الجروبس اللي هي الان اتش جروب ويا السي او جروب مثل ما تشوفوها. فعندي تو تايب اوف بيتا شيت، عندي انتي بارالل يعني سلسله ماشيه عكس الثانيه، السلسلتين المرتبطة واحدة عكس الثانية ماشية. فهنا أنا مثلا شوفوا هي سلسلة واحدة مستمرة لكن ملتفة، ملتفة بحيث أو مو شرط يعني قد تكون سلسلتين منفصلة يصير ارتباط بين عندي الكربونيل جروب سي او فروم سي دبل او اتش ويا ال ان اتش جروب نفس طريقة الارتباط هذه الهيدروجين بوند، لكن اتجاه السلسلة شوفوا هذه اللي بالاعلى هي from amine to carboxyl، يعني اتجاهها from left to right، والاخرى بالعكس تنتهي بالكاربوكسيل. بينما النوع الاخر هذا طبعا نسميه انتي بارالل، يعني واحدة عكس الثانية. احنا مو قلنا البيبتايد انكتبه من الامين للكاربوكسيل؟ هنا نشوفوا اللي بالاسفل هو من الامين للكاربوكسيل ماشي بالشيء اللي تعودنا عليه، لكن السلسلة اللي بالاعلى ماشية بالعكس من الكاربوكسيل الى الامين وصاير ارتباطهم، هذا نسميها انتي بارالل بيتا شيت. اللي بالاسفل عندي الشكل الاخر اللي هو بي، هذا شوفهم اثنينهم ماشيين بنفس الاتجاه فاسميهم بارالل يعني متوازية، ايضا ارتباط كاربوكسيل سي او ويا ال ان اتش بالهيدروجين بوند ومسوي لي البيتا شيت اللي هي بارالل بيتا شيت. هذا الكلام يعني هنا شويه شرحت لكم انه هي من تتكون عندي البارالل او انتي بارالل بيتا شيت. بالبارالل راح يصير ارتباط يعني امينو اسيد من سلسله ويا تو امينو اسيد ويا ان اتش اند سي او جروب فروم ديفرنت امينو اسيد، بينما بالانتي بارالل راح يصير عندي لا بالانتي بارالل راح يصير عندي امينو اسيد يرتبط تو سنجل امينو اسيد اون ذا ادجسنت ستراند. فهاي يعني بس للاطلاع يعني فقط. نجي شلون تتمثل الامينو اسيد سوري البيتا شيت. عادة من نلقاها يعني بشكل البروتين اللي مرسوم او نطلع عليه ببيبر
او من يشرحون كورونا وهذه الايام داير موديل البروتين كلش هو يطلعون البروتين ستراكشر. البروتين البيتا شيت بالبروتين ستراكشر دائما يمثلوها طبعا الهيليكس هو مبين هيليكس هذا اللي بالاخضر. البيتا شيت يمثلوها على شكل اسهم وعادة ما تكون توستد وعادة ما تكون بالسنتر البيتا شيت تكون بالسنتر اوف بروتين. بالسكندري ستراكشر الاخر الانواع الاخرى اللي هي اللوب تيرنز بينز اند ديس اوردر كونفورميشن طبعا نلقاها ايضا موجوده بالبروتين وتشكل لي يعني هالف اوف ذا ريزيديو يعني جلوبولار بروتين موجوده بشكل الفا هيليكس اند بيتا شيت والهالف الاخرى موجوده بشكل هذه الاشكال اللي هي الديس اورد اللي هي يعني نوت ارينج ستراكشر هذيش ارينج وبيها شرح يعني مبين وواضحه شنو هي ريبيتيتيف بالنسبه للالفا هيليكس والبيتا شيت فستراكشر ريبيتيتيف يعني فشي يتكرر عندي بينما هذه لا هذه نوت ريبيتيتيف يعني مو ما تاخذ شكل محدد اللوبس والتيرنز والبيند وال يعني الاكستندد كونفورميشن وتشكل لي ايضا 50% اوف سكندري ستراكشر اوف جلوبولار بروتين عاده ما تكون الديس اوردر ريجن عاده ما تكون يعني على سطح البروتين وكاركترايز باي هاي فليكسيبيليتي تكون بيها وهذا الشكل اللي امامنا يوضح لنا ايش قد يعني شنو اكو بالبروتين انا اذا اخذ بروتين مولكيول ايش راح القى بيها؟ راح القى بيها كل هذه السكندري ستراكشر. القى الهيليكس والقى البينز والقى التيرن والقى الديس اوردر كونفورميشن والقى البيتا شيت اللي هي نمثلها باسهم. نجي الى التيرشري ستراكشر. التيرشري ستراكشر اوف بروتين طبعا هنا احنا عرفنا هسه السكندري ستراكشر قلنا امينو اسيد ادجسنت تو ايتش اذر بين اتوم هيدروجين بوند تتكون يسوي لي سكندري ستراكشر بقت شنو عندنا؟ بقت عندنا الار جروب مو صحيح قلنا بالنسبه للهيليكس تكون خارج الهيليكس اكو ار جروب بالنسبه للبيتا شيت راح تكون ايضا الى اعلى واسفل الشيت ايضا اكو ار جروب وهذه الار جروب مرت علينا يعني بيها نون بولر اكو نون بولر ار جروب واكو بولر واكو تشارج وان تشارج فهذه ممكن ان يصير بيناتها انتر اكشن يعني تشارج ار جروب مثلا بوزيتيفلي تشارج ار جروب واكو نيجاتيف تشارج ار جروب فحتى اذا هم فار اواي فروم ايتش اذر يعني مثلا الامينو اسيد رقم 9 ويا الامينو اسيد رقم 30 واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف ايش راح يصير؟ راح يصير التفاف بحيث تصير positive negative charge interaction تسوي ionic interaction يلتف البروتين ينطوي وهكذا طبعا العديد من هذه ال interactions راح تسوي اللي راح تكون لل three dimensional structure او tertiary structure للبروتين نلقى بالtertiary structure راح نلقى domain مكانات نسميها domain خافت مرة علينا طبعا قبل لا ادخل بالدومين 3 dimensional structure هو يعني fully functional protein اذا وصل لل tertiary structure هذا راح يكون functional protein هسه راح نمر على انواع الاواصر اللي هي تسوي لي ال tertiary structure للبروتين قبلها راح نمر بالدومين الدومين هو شنو من يتكون بروتين بشكل معين وياخذ فد شكل معين اللي هو يعني وصل الى 3 dimensional structure tertiary structure او 3 dimensional اخذ شكل ثلاثي الابعاد راح نلقى بقسم من البروتينز راح نلقى مكانات اسمها domains هذه الدومينز راح نلقى بيها فد يعني distinct structure الها فد particular roles مثلا ligand binding interaction with other protein فببساطة هي الدومين هي جزء من البروتين الى فد ستراكشر محدد يعني بنفس البروتين مثلا البروتين عنده وظيفة معينة القى جزء من نفس هذا البروتين فد مكان معين الى وظيفة محددة اخرى
مثلا ليجاند بايندينج انتر اكشن الى اخره، هذا اسميه دومين ببساطه. نجي الديفرنت تايبس اوف بوندز ذات ستابلايز تيرشري ستراكشر اوف بروتين. طبعا هذه البوند بين من تتكون؟ تتكون بين الار جروب. ليش؟ لان احنا بعد ما عندنا، كانت عندنا فقط سي او اند ان اتش جروب، وكلها انشغلت او معظمها انشغلت بالسكندري ستراكشر. ايش بقت عندنا؟ بقت عندنا بس الار جروب. هذه ممكن يصير بيناتها قلنا انتر اكشن. فشنو انواع الانتر اكشن؟ ممكن تتكون كوفالنت بوند او دايسلفايد بوند، وممكن تتكون هيدروفوبيك انتر اكشن، ممكن تتكون ايونيك انتر اكشن، ممكن هيدروجين بوند او فاندربالز انتر اكشن. زين، مثال عندنا على البروتين اللي هو فانكشنال بروتين، يعني واصل للتيرشري ستراكشر، هو فانكشنال بروتين. المثال هو المايوغلوبين اللي هو اليوم راح ندرسه. وبعد شنو عندنا مثال بروتين مر علينا بالسيشن السابق اللي هو الالبومين، ايضا بروتين دي برايمري سكندري اند تيرشري ستراكشر، هو فانكشنال بروتين. بعض البروتينات توصل للتيرشري خلاص هي فانكشنال بروتين، بعضها لا، تحتاج انه تكون توصل الى كواترنري ستراكشر، تحتاج انذر سب يونت. بس هسه خلينا نمر على البوندز اللي هي تتكون تسوي لي التيرشري ستراكشر. عندي قلنا الدايسلفايد بوند بين من وبين من تتكون؟ تتكون بين السيستين ريزيديو، يعني السيستين اللي هو الامينو اسيد اللي يحتوي على الاس اتش جروب، اس اتش جروب ويا سيستين اخر ايضا يحتوي على اس اتش جروب. هذه تتكون عندي الدايسلفايد بوند اللي هي عن طريق الاكسيديشن تتكون دايسلفايد بوند، هذه كوفالنت بوند عاصرة تساهمية قوية. بعد شنو ممكن تتكون بين التو امينو اسيدز؟ عندي الهيدروفوبيك انتر اكشنز اللي هو يصير بين من؟ بين الهيدروفوبيك امينو اسيدز، هذا اللي بالبداية اول سلايد طلعت لكم اياه اللي هي لونها اخضر، كلها هذه هيدروفوبيك. فوين ما اكو هيدروفوبيك امينو اسيدز راح يسوي ويا انذر هاي امينو اسيد اللي هو ايضا يعني ار جروب فروم امينو اسيد. احنا قلنا بالبروتين من نحكي عن الامينو اسيد نحكي فقط عن الار جروب، فار جروب اللي هي هيدروفوبيك ويا انذر هيدروفوبيك ار جروب تتكون عندي هيدروفوبيك انتر اكشن. بعد شنو عندي ممكن؟ ممكن انه تتكون عندي الهيدروجين بوند، مثلا السيرين يحتوي على الاو اتش جروب، هذه الـ OH ممكن أن تسوي هيدروجين بوندينج ويا كاربوكسيل جروب from glutamic acid. ممكن تتكون عندي الأيونيك بوند between positively charged amino acid، مثلا اللايسين هذه بمجموعة الأمين اللي هي positive charge ويا الأمينو أسيد الآخر اللي هو الأسبارتيك أسيد اللي هو يحمل كاربوكسيل جروب، وتكون متأينة فاقدة الهيدروجين وتحمل نيجاتيف تشارج، فيصير عندي بوزيتيف نيجاتيف واللي هي الايونيك بوند. هذه هي انواع الانتر اكشن اللي تسوي لي التيرشري ستراكشر. عندنا الدايسلفايد بوند، الشيء المهم اللي بيها انه هي ممكن تنكسر بالمركبتو ايثانول او دايثايو ثريتول، ممكن تربط لي بين يعني تربط لي ممكن ترتبط هذه ال 2 اس اتش جروب، ممكن تكون from the same chain or from two part يعني two part of the same polypeptide or two different polypeptide chains. يعني ألقاها مرة رابطت لي two polypeptide chain ممكن، وممكن from the same polypeptide، يعني عندي مثل امينو اسيد رقم 8 هو 60 وبنفس البولي بيبتايد امينو اسيد رقم 20 ايضا 60. فهذول من يصير سكندري ستراكشر هذول يجي بالتيرشري ستراكشر ال 60 راح يرتبطون يسوي لي بنفس السلسله البيبتيديه تتكون عندي دايسلفايد بوند، وممكن انه يكون يسوي لي دايسلفايد بوند وذ انذر بولي بيبتايد. هذه
نجي الى يعني الفولدينج، شلون يتكون عندي الشكل النهائي للبروتين. طبعا هو وين يتكون؟ يتكون داخل السيل اثناء عمليه السينثيسيس. البروتين من يصنع داخل الخليه بالسيتوبلازم، تبدي عمليه التفاف البروتين، يعني ما يبقى اكستندد، ما يبقى امينو اسيد واحد بصف الثاني وسلسله عدله، وانما شيء يصير له، يصير له فولدينج، التفاف، يسوي سكندري ويسوي تيرشري ستراكشر، وهذا يصير within second to minute، يعني تصير العملية تتم بحوالي ثواني إلى دقائق. الانفورميشن يعني شلون هذا البروتين يلتف بطريقة معينة والبروتين الآخر يلتف بطريقة أخرى، يعني سبحان الله. الانفورميشن needed for the correct protein folding وين موجودة؟ موجودة بالprimary structure of the polypeptide، يعني معلومات التفاف البروتين، من اللي من يخلي البروتين الفلاني يلتف بهذا الشكل؟ هو البرايمري ستراكشر اوف البروتين، ولذلك كلش مهم اذا صار اختلاف بالامينو اسيد سيكونس، نقصد بالبرايمري امينو اسيد سيكونس، تتابع الاحماض الامينيه بالبروتين، اذا صار بها اختلاف طبعا راح يسوي لنا ديزيز. بالاضافه الى ذلك منو يساهم؟ بحيث لان جدا مهم انه يلتف بشكل صحيح البروتين، فأيضا سبحان الله اكو specialized group of proteins اسمها chaperones or heat shock proteins. هذه chaperones هي guide protein for the correct folding. هذا ما يخص التيرشري. طبعا بالتيرشري من يلتف البروتين، البروتين يعني من يسوي له 3 dimensional structure، من يلتف انا عندي هذه السلسله فرضا، هذه احنا مثلناهم باللون الاخضر الامينو اسيد اللي هم نون بولر، والبقيه بقيه الالوان هي البولر امينو اسيد. عند ما يلتف البروتين يصير له فولدنج، ايش راح تكون؟ راح تكون الهايدروفوبيك امينو اسيد الى داخل ان ذا انتيرير اوف بروتين، وراح نلقى البولر البولر سايد تشين. طبعا قلنا من نحكي عن امينو اسيد احكي عن الار جروب اوف امينو اسيد. فشوفوا البولر النون بولر ايش راح تسوي؟ راح تصير انتيرير، ان ذا انتيرير تدفن نفسها الى الداخل، لانه تحتاج لان هي صاير انتر اكشن بتوين ذيس امينو بتوين ذيس ار جروب، ما تقدر تطلع لبرا، ما عندها الفه ويا الوسط، الوسط مائي. بينما الامينو اسيد والبولر سايد تشين ايش راح تكون؟ راح تكون اوتسايد اوف ذا مولكيول because it can form hydrogen bonds with water. لأنه إحنا قلنا بالمحاضرة السابقة قلنا dissolve like، يعني الشيء يذيب شبيهة. فهنا الهيدروفوبك تجمعت سوية لأنها متشابهة بطبيعتها hydrophobic، والpolar amino acids أيضا وانت ألفة ألفة ويا الوسط اللي هي ممكن أن تتآلف وياه اللي هو الأكيوس ميديا. نجي إلى الكواترنري ستركتشر أوف بروتين. إحنا قلنا بالتيرشري، من وصلنا إلى التيرشري ستركتشر أكو بروتينات راح تصير فولي فانكشنال بروتين قد ما توصل إلى التيرشري ستركتشر، وذكرنا أمثلة عليها المايوغلوبين والألبومين، وطبعا أكو أمثلة كثيرة. اكو بروتينز تحتاج الى arrangement of subunits، يعني تحتاج الى more than subunits to be functional protein. اذا صار عندي arrangement of different subunits، سواء كانت هذه ال subunits او البولي، كل subunit هي عبارة عن polypeptide chain وملتف وصاير tertiary structure. فاذا صار عندي assembly of number of subunits البروتين او level of structure راح اسميه quaternary structure. هذه subunits قد تكون identical نسميه homomeric or different نسميه heteromeric. مثل عندنا مثال على ال heteromeric protein اللي هو راح ندرسه بالتفصيل بالمحاضرة اللي تجي، هو الهيموغلوبين. فالهيموغلوبين هو بروتين with quaternary structure مؤلف من 4 subunits، وهذه subunits كل اثنين من عندها متشابهة، فإذا هو heteromeric protein.
ليش القسم من البروتينات تحتاج الى يعني طبعا من يصير assembly of multi sub unit ايش راح يصير؟ راح يصير advantage، يعني راح تصير به خصائص معينة اللي هي منها شنو؟ increased stability and it enables the protein to exhibit cooperativity between subunits in binding ligands. البروتين صار عنده قابلية على انه يعني يشتغل cooperatively، يعني ما يشتغل وحدة واحدة فقط وانما يشتغل بتعاضدية، وهاي هسه راح نشوفها شلون بالهيموغلوبين شنو تأثيرها. يشتغل بتعاضدية بحيث انه البايندينج سايت راح تكون عندها الألفة مختلفة للليجند اللي راح يرتبط بيها. بالإضافة إلى ذلك الكواترناري ستركتشر شي يوفر؟ يوفر هاي افينيتي فور لارج مولكيول، مثلا بحالة الانتيجين انتيبودي، يعني الانتيجين بايندينج تو اميونوجلوبولين، ايضا الاميونوجلوبولين ايضا راح تاخذ كواترناري ستركتشر. زين بعد نلقاها بالانزيمز ايضا ديفرنت سب يونت ممكن بيها نلقى ديفرنت اكتيفيتيز، وايضا تصير بيها كوبريشن، هو هذه الكومن فانكشن اوف هاي نلقاها بالانزيم بالسيشن اللي يجينا. فاذا الاسمبلي اوف مالتي سب يونت توفر لي كثير من الادفانتج، اهمها هي الانكريز ستيبلتي اند الكوبراتيفيتي، انه البروتين يشتغل كوبراتيفلي. طبعا البونز اللي يسوي ستيبلايزيشن للكواترناري ستراكشر هي نفسها البونز اللي يسوي ستيبلايزيشن للتيرشري ستراكشر، يعني هم ماتين الهيدروفوبيك انتر اكشن، الكوفالنت بوند، الهيدروجين بوندينج، يعني ايونيك انتر اكشن. وطبعا بالنسبة ما يخص الكوفالنت دايسلفايد بوند ممكن تكون عندي الدايسلفايد بوند ممكن تكون بالانترا تشين اور انتر تشين. التقسيمات الأخرى للبروتين ممكن أن نقسمها إلى two major groups تعتمد على ال higher order structure، نقسمها إلى globular، يعني نلقى بروتينات globular protein يعني كروية، ممكن نلقى بروتينات اللي هي fibrous proteins. الglobular تشمل للبروتينز اللي هي تشتغل regulatory protein مثل الإنزيم مثل الهيموغلوبين، يعني البروتينات اللي هي تنظيمية وظيفتها، فألقاها دائما تكون بشكل globular. الفايبروس شو تكون وظيفتها دائما structure، مثلا السيتوسكيلتون اللي موجود بالسيل وظيفتها support، مثل الكولاجين أيضا يكون بشكل fibrous protein and protection proteins أيضا تكون بشكل fibrous. الجزء الأخير من المحاضرة هو البروتين ديناتوريشن. إيش نقصد بالبروتين ديناتوريشن؟ يعني البروتين يفقد الستركتشر وبالتالي يفقد الوظيفة، لأنه إحنا قلنا وظيفة البروتين تعتمد على من تعتمد على الستركتشر، فإذا فقد الستركتشر وشوية إذا صار تخريب للستركتشر أصلاً يفقد وظيفته. فهنا نعدي الديناتوريشن للبروتين نقصد بيها loss of function and يعني structure. شنو اللي ممكن انه يصير يعني بالديناتوريشن؟ الديناتوريشن ممكن يصير عن طريق فقدان يعني breaking the bonds that maintain the protein tertiary and secondary structure. اذا تكسرت الاواصر اللي هي تحافظ لي على التيرشري ستراكشر او الاواصر اللي تحافظ لي على السكندري ستراكشر، هذه اقول صار ديناتوريشن للبروتين. طبعا اذا هو بكواترناري ايضا الكواترناري
شنو الدي ناتشرنج ايجنت؟ شنو المواد اللي ممكن ان تسبب لي او الظروف اللي ممكن ان تسبب لي الدي ناتشريشن؟ طبعا الهاي تمبرتشر، الاورجانيك سولفنت، الاورجانيك سولفنت، الميكانيكال ميكسينج، السترونج اسيدز اند بيسز، ديترجنت. وانا كل سنه انطيهم مثال للطلاب اقلهم الدي ناتشريشن مثلا، يعني مثال عليها احنا يتكرر عندنا، مثلا البيضه من نسلقها هذا صار لها دي ناتشريشن، تحول بياض البيض من سائل الى صلب، صار دي ناتشريشن للبروتين عن طريق شنو؟ عن طريق الهيتينج بهاي تمبرتشر، عرضناها صار عندنا دي ناتشريشن للبروتين. ايضا الاورجانيك سولفنت ممكن تسوي دي ناتشريشن للبروتين، السترونج اسيدز اند بيسز ايضا تسبب هذه. طبعا ليش؟ لانه تاثر على البوند الموجوده. الديترجنت المنظفات اذا استخدمناها، والايونز اللي هي الهيفي ميتالز مثل الليد والميركوري. المركبتو ايثانول ايضا يسبب دي ناتشوريشن. ليش؟ لانه يكسر الدايسلفايد بوند. اذا اضفنا مركبتو ايثانول اور دايثايثريتول هذا شو يسوي؟ يعني يكسر الدايسلفايد بوند. وممكن انه البروتين اذا كان هو ملتي سب يونت مرتبط بالدايسلفايد بوند يتحول الى مونيمر، يعني مونو او السب يونت راح تنفصل عن بعضها. وممكن انه هو عندي بروتين واحد اللي هو النيتيف بروتين. طبعا البروتين الاكتيف بروتين نسميه نيتيف بروتين، قد يمر علينا مصطلح نيتيف بروتين. نيتيف بروتين يعني بروتين with 3 dimensional structure and active protein. و thank you for listening. شكرا جزيلا لاستماعكم. ناخذ ريست. ناخذ أسئلة. اللي عنده سؤال طلع بس 5 دقائق أسئلة. يلا سارة تفضلي. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام، أهلا. بس بآخر سلايد ذكرت أنه المايكرو إيثانول أنه يسبب تحلل البكتيد، يعني حتى الأسرة الابتدائية يحللها. ها بالبروتين دي ناتشوريشن قلنا الليفلز كلها راح. شكرا سارة. الليفلز اوف بروتين ستراكشر كلها راح تتخرب، يعني السكندري تيرشري اند كواترنال ستراكشر، بس ما جبنا طاري البرايمري ستراكشر. البرايمري ستراكشر كلش قوي ما يتأثر بهذه الظروف. قلنا احنا بالبداية من شرحنا قلنا البرايمري ستراكشر لانه الاثر المسؤوله عنها هي البيبتايد بوند. البيبتايد بوند كلش قويه فما راح يتكسر، يحتاج الى ظروف جدا قاسيه يلا تنكسر البيبتايد بوند، فراح تتكسر كل الاواصر ما عدا البيبتايد بوند. يبقى السيكونس، سيكونس اوف امينو اسيد يبقى مهما كانت الظروف. شكرا ساره. زيد. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام، اهلا دكتور. بس اخر شيء هاي مال النيتف بروتين ما نسكت عليها. ها النيتف نقصد بالنيتف بروتين المقصود به هو بروتين يعني with structure and function، نقصد به انه 3 dimensional structure of protein. عن نفس الاصلي بس غير تسمية. اي مرات يمر علينا يقول نيتف بروتين فمعناته هو ال 3 دايمنشنال اور 4 يعني اما تيرشر ستراكشر او كواترنر ستراكشر، لكن هو نيتف نقصد به يعني مثلا من اقول نيتف بروتين احشي عن هيموجلوبين
لازم هو كواترنري ستراكشر. من اقول نيتف بروتين واحشي عن مايوغلوبين يعني معناته هو تيرشري ستراكشر، لان هو المايوغلوبين ما يوصل للكواترنري، هو حد تيرشري خلاص، هي سلسله بكتيريه واحده من تتكون وتاخذ 3 دايمنشنال ستراكشر، معناته هي صار اكتيف بروتين. من احشي عن مايوغلوبين البومين، هذا احشي عن نيتف بروتين بهالشكل. لكن من اضيف له مثلا دي ناتشرنج ايجنت حطمت الشكل الثلاثي الابعاد له، ما صار بعد نيتف. هذا اذا احشي عن سنجل سب يونت. اذا احشي عن ملتي سب يونت مثلا عن الهيموغلوبين اللي هو مؤلف من ملتي سب يونت، اذا اضيف له دي ناتشرنج ايجنت مثلا يسبب لي فقط تخريب الارتباط بين الوحدات، يعني الوحدات وانفصلت عن بعضها البعض. فمن تنفصل اصلا، اول ما تنفصل الوحدات عن بعضها معناتها ما احشي عن نيتف بروتين. النيتف بروتين بالنسبة للهيموغلوبين هو الكواترنري ستراكشر، اللي هو تكون بي وحدات مختلفة، سب يونت مختلفة مرتبطة ببعضها. واضح ان شاء الله؟ نعم، شكرا لك. اوكي، شكرا لك. تفضل علي. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. تفضل علي. عليكم السلام. أسمعك. دكتورة بس سلايد 22 إذا ممكن تعيدي. 22. إيش بيه؟ احنا شنو قلنا؟ قلنا الكواترنري ستراكشر اكو يعني ديفرنت سب يونت، وكل سب يونت هي عبارة عن بولي بيبتايد. هذا اذا صار لها سمبلي معناتها صار عندنا كواترنري ستراكشر. هذه السب يونت ممكن تكون متشابهة ايدنتيكال، نسميها هوموميريك بروتين، اور ديفرنت نسميها هيتروميريك. وظيفتها هذه ليش يعني بعض البروتينز تصير ملتي سب يونت؟ لانه يعني بيها فد ادفانتج معينة، اللي هي مثلا increase stability of protein، enables the protein to exhibit cooperativity. هاي الخاصية المهمة انه دائما الملتي سب يونت بروتين تكون بيها خاصية الكوأوبراتيفيتي التعاضدية بالبايندينج. يعني اكيد هو البروتين يرتبط بفد شيء معين، فد ليجند نسميه اللي يرتبط بالبروتين، مثل الهيموغلوبين يرتبط بالاكسجين، يرتبط بطريقه اللي هي كوأوبراتيفلي. كوأوبراتيفلي يعني بتعاضديه، يعني شلون احنا عندنا مره عملي نجزة واحد ومره مجموعه يشتركون بانجاز عمل معين، فاعتياد المجموعه راح ينجزون اسرع. فاذا يشتغل بتعاضدية البروتين اللي يكون ملتي سب يونت. فاكو عندنا ديفرنت بروتينز ديفرنت انزيمز هي تكون ملتي سب يونت، وبالتالي بها خاصية الكوأوبراتيفيتي، وهسه راح نمر عليها ان شاء الله بالمحاضرة اللي تجي. بينما البروتين اللي يشتغل وحده ما عنده هذه الخاصية، ما عنده خاصية الكوأوبراتيفيتي. هذا كل ما موجود بالسلايد. واضح؟ علي مو؟ كان وياي علي. واضح؟ فاطمة تفضلي. فاطمة ما أدري أنتوا جاي تغلقون المايك، أنا ماذا أغلقه؟ السلام عليكم دكتورة. صادق تفضل. عليكم السلام.
طيب لا زحمه بالسلايد ال 19 اللي هو ديسولفد بوند اكو امرين مهمين انت ركزت عليهم، لا زحمه اذا ممكن تعيديهم. دايسلفايد بوند؟ نعم. هي ما بها، هي اللي يكسرها الدايسلفايد بوند هي ماده مواد يعني قاعد تمر عليكم بالورك سيشن، المركبتو ايثانول والدايثايو ثريتول تكسر لنا دايسلفايد بوند، تكون عن طريق الاوكسيديشن دايسلفايد بوند بالاوكسيديشن، هذه مثل ما تشوف هنا عندنا السهم بالاوكسيديشن تتكون عندي دايسلفايد بوند، او بالريدكشن راح تنكسر. قد تكون دايسلفايد بوند هذه هسه مثلا هنا هذا اللي الشكل اللي بالاسفل الدايسلفايد بوند وين تكون؟ تكون بالانترا تشين، هذه تشين وحدة هذه الخضرة، الخضرة الثانية جزء هذه هي ببتايد تشين أخرى، فهنا أنا عندي انترا تشين دايسلفايد بوند، هنا أنا عندي انتر تشين يعني بتوين ديفرنت تشين دايسلفايد بوند، اللي يسويها هو الأوكسيديشن واللي يكسرها هو الريدكشن، والريدكشن يصير عن طريق مواد اللي هي المركبتو ايثانول اند دايثايوثريتول. هاي هذا كل ما موجود. زين دكتور شنو الفرق بين الانتر تشين والانترا تشين؟ الانترا تشين يعني بنفس السلسله، انترا تشين يعني بنفس نعم هذه بنفس السلسله، اكو عندي هنا سستين وبمكان اخر ايضا سستين، فبين السستين والسستين الاخر تكونت عندي دايسلفايد بوند، هذه نسميها انترا تشين يعني بنفس السلسلة، هذه تشين ثانية هنا اللي بالأعلى سلسلة أخرى، أكو عندي سستين من السلسلة الأولى وسستين من السلسلة الثانية صار بيناتهم ارتباط، هاي نسميها انتر تشين يعني between different chain. واضح دكتور مشكورة. اوكي عفوا. تفضل عباس. ست بس السلام عليكم. عليكم السلام اهلا. شو اسمه يا هو الاقوى شو اسمه التيرشري لو كواترني يعني السلسله الرباعيه لو ثلاثيه؟ ما لها علاقه يعني شلون اقوى؟ ما يعني مو كل وحده تنطي خصائص، يعني الكواترنري ينطي خصائص قلنا اهم خاصيه هي الكوبرتيفيتي. إذا قلت برايمري قوية يعني درجة الحرارة العالية ما البوند اي البرايمري إيه؟ مو هي البرايمري يعني قوية، يعني البيبتايد بوند كلش قوية ما تنكسر الا بظروف قاسية. انواع الاواصر اللي يسوي ستيبلايزيشن للتيرشري ستركتشر للكواترنري ستركتشر هي نفس انواع الاواصر اللي يسوي تيرشري ستركتشر. يعني اذا نريد نكسر مثلا ساكتي من 110 الى 120 البرايمري هي نفس شو اسمه التيرشري؟ لا 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 البرايمري برايمري يعني البيبتايد بوند قلنا كلش قويه تحتاج درجه حراره عاليه وظروف قاسيه يلا تنكسر. نعم. بينما السكندري راح يعني ممكن تنكسر بتغيير البي اتش، تغيير شويه درجه الحراره نغيرها، ممكن انه يعني قلنا تغيير البي اتش اضافه حامض او قاعده او نضيف اورجانيك سولفنت نضيف ديترجنت، كل هذه العوامل ممكن ان تسوي تخريب لبنيه البروتين لكن ما تخرب لي البرايمري، البرايمري راح يبقى برايمري ستركتشر. شكرا دكتور. شكرا. اهلا بك. انا اعتذر بعد عن استقبال الاسئله البقيه، ان شاء الله على المحاضره تجي اخذوا ريست فد عشر يعني شقد 10 دقائق ونجي على نبدي بالمحاضرة الثانية، وشكرا جزيلا. السلام عليكم. نبدأ بالمحاضرة الثانية.
ان شاء الله الصوت هالمره واضح عندكم. محمد اكتب لي. هاي والله مشكلة التأشير، ما أدري شان شو أسوي لها. يعني نستخدم بصراحة ما أعرف من خارج البرزنتيشن أأشر. اوكي سنبدأ باللكتشر 4 اللي هي الاكسجين ترانسبورت بروتينز. احنا بالمحاضرة السابقة اخذنا بشكل عام البروتينز، الان راح ناخذ بشكل خاص، راح نحكي عن البروتين، عن اللي الهيموغلوبين اند مايوغلوبين. هذه طبعا learning objective انتم بامكانكم تقروها. ننتقل الى اكو اشياء مهمة بالبروتين، بما يخص البروتينز اللي هي binding protein، انه many molecules ممكن ان ترتبط بالبروتين to binding site. والشيء الاخر المهم نعرفه او نبدأ نخليه ببالنا انه البروتين هي flexible molecule، يعني ممكن انه تغير الكونفورميشن الها. الشيء الاخر اللي نخليه ببالنا انه اكو نظرية ما يسمى الانديوست فيت، يعني شنو يعني الليجاند عد ما يرتبط بالبروتين يسوي كونفورميشنال تشينج بالبروتين بايندينج سايت، وبالتالي يصير فيت بتوين ذا بايندينج سايت اند ذا ليجاند مولكيول، ويصير يعني البايندينج مور تايتلي، يصير البايندينج اكثر قوة. الشيء الاخر اللي نخليه ببالنا انه اكو انتر اكشنز، وهذه الانتر اكشنز ممكن انه يصير لها ريجيليشن، انتر اكشنز مي بي ريجيليتد. هاي الاشياء اللي نخليها ببالنا قبل لا نبدي بالبروتين. عندنا الشيء اللي نعرفه احنا كل احنا انه الاوتو is essential for cellular respiration. احنا ليش نتنفس الاكسجين؟ على مود الخلايا تتنفس حتى تصير عمليات الميتابوليزم، تصير عملية الميتابوليزم اللي هي عملية تحرير الطاقة من الفوز والى اخره، كلها تتم بوجود الاكسجين. احنا نعرف انه الاكسجين هو poorly soluble in plasma and impossible to transport by simple diffusion، ما يعبر السيلز بالsimple diffusion. فقط المتلز اللي هي الايرون والكوبرز ممكن انه تنقل ها الاكسجين، يرتبط بيها ممكن انه يصير انتقال الاكسجين عن طريق هذه المتلز اللي هي اما ايرون او كوبر. لكن مشكلة اكو انه الفري ايرون هو دنجرس، ليش؟ لانه يسوي لنا رياكتيف اوكسجين سبيشيز، يعني جزيئات شو نسميها تسوي اوكسيديشن وتسوي دامج للدي ان اي اند اذر ماكرو مولكيولز، تسوي لنا فري راديكلز وغيرها، فهذا يسوي دامج للدي ان اي اند اذر ماكرو مولكيولز. لكن مع ذلك هو يعني الاكسجين داخل الجسم ينتقل بمساعدة
الفرص ايون، يعني الايرون موجود لكن وين موجود؟ ما موجود بشكل ظاهري بحيث يسوي يعني فد دنجر، موجود embedded in protein structure، embedded in يعني مدفون في الهيموغلوبين and مايوغلوبين، واللي هي تكون يعني هذه الفرس ايون تكون موجودة بما يسمى بالبروستاتيك جروب، اللي هي بالنسبة للهيموغلوبين and مايوغلوبين. شنو هي البروستاتيك جروب؟ طبعا هي الهيم، طبعا هي الهيم جروب، هذه الهيم. والهيم اكو بوسطها شنو اكو عندنا؟ الهيم موجود بيها الاف اي اتم.
هسه ما رجع الصوت؟ رجع الصوت؟ صور رجع، اوكي. اوكي اعتذر طبعا. هاي ما اعرف ليش، هي نفس الاعدادات. اي هسه نسوي شير. شباب اعتذر عن الخلل اللي صار، ما اعرف هو البرنامج وحده. اوكي فنرجع، عندنا المايوغلوبين حكينا عنه، وصلنا الى الهيموغلوبين. قلنا المايوغلوبين هو سنجل سب يونت، هذه السب يونت او سنجل بروتين، سنجل بولي بيبتايد، لكن هي تشبه السنجل سب يونت اوف هيموغلوبين. هيموغلوبين مؤلف من 4 سب يونتس اللي هي 2 الفا اند 2 بيتا. طبعا الهيموغلوبين فاوند ان ار بي سيز. شغل الهيموغلوبين يختلف عن شغل المايوغلوبين. المايوغلوبين قلنا سيرفر، يعني يخزن اكسجين، يخزن بعضلة القلب اكسجين، يخزن بالمصل اكسجين، وظيفته خزن. اذا ينقل ينقل وذن يعني بنفس المكان بالمصل سير. بس الهيموغلوبين لا، الهيموغلوبين وظيفته ترانسبورت يعني from distance from lung to tissue، يعني من مسافات بعيدة، فهو يشتغل كفيكل يعني يعني عربانة تنقل اكسجين. اوكي من هو عربانة تنقل اكسجين، او يعني خلينا نقول سيارة حمل تنقل، معناتها شنو؟ معناتها بيه خاصيتين، مرة يحب يشيل اكسجين وعنده استعداد يفرغ هذا الاكسجين اللي شاله ينطيه لمن؟ ينطيه للتشيو. فهاي من اللي يوفرها الخاصيتين؟ طبعا توفرها الكوبراتيفيتي، توفرها خاصية الكوبراتيفيتي التعاضدية اللي هي من وفرتها؟ وفرتها انه اكو different subunit of protein، multi subunit. زين احنا قلنا المايوغلوبين يشبه المن؟ يشبه السبيونت اوف بروتين اوف هيموغلوبين. وبالتالي راح ندرس المايوغلوبين ستراكشر، حتى اذا درسنا المايوغلوبين ستراكشر عرفنا معلومات عنه، معناتها اخذنا معلومات عن الالفا اند بيتا شين اوف هيموغلوبين. هم يشابهون بس مو معناتها يتطابقون، يشابهون لكن مو تطابق. اكو طبعا اكو اختلاف حتى بالنمبر اوف امينو اسيد، اكو اختلاف. محمد يقول لي ماكو صورة، هسه اكو صورة المفروض. دكتورة صورة. اوكي اوكي شكرا. فهنا عندي الهيموغلوبين فانكشن تختلف، هو ترانسبورت اوكسجين اند ترانسبورت طبعا هيدروجين ايون اند سي او 2 اللي هي الويست برودكت اوف ميتابوليزم، ينقلها ايضا من التشي يوديها لللانك. فاحنا قلنا ندرس لانه يشابهون، مايوغلوبين يشبه الالفا تشين اند بيتا تشين اوف هيموغلوبين، راح ندرس المايوغلوبين ستراكشر لغرض توصيف بقيه الجزيئات. نجي الى البروستاتيك جروب اللي موجوده عندنا سواء بالهيموغلوبين او بالمايوغلوبين. قلنا اللي يرتبط بالاكسجين هي الاف اي اتوم. هاي الاف اي وين موجوده؟ موجوده بهيم اللي هي سميناها بروستاتيك جروب، اللي هي الهيم. طبعا الهيم هاي المطلوب من عندها، مو اريد من عندكم تحفظون الستركتشر والهذي، بس هي عندنا فور بايرول رينجز، اربع حلقات. هاي الحلقات اللي هي تحتوي على النيتروجين، اربع حلقات. بالسنتر مالتها اكو اف اي اتوم هذه، فهذه المجموعه. واكو عندي مجموعتين هنا، أنا مجموعتين سالبه، هاي كلها المجموعه اسميها هيم جروب. ما المفروض انه هذه، بس لازم اراويكم اياها شكلها شلون يكون. يكون شكلها بلين، بلين يعني مثل الورقه، حالها حال الورقة. انا حتى من اشرح بقية الشرح ام نقول بلين، يعني تعرفون شنو بلين، يعني شلون ورقة محطوطة بنص هذه الورقة اكو اف اي اتم بالضبط.
زين الاف اي احنا نعرف الاف اي كم آثرة ممكن يسوي؟ يسوي ممكن يسوي 6 أواصر. فهنا كم آثرة مرتبط؟ مرتبط بأربع أواصر. فإذا بعد عدة استعداد يرتبط بمن؟ يرتبط بآثرتين. الشيء المهم الآخر أنه الاف اي مثل ما قلنا، قلنا موجود بشكل اف اي بلس 2 أتم، مو بلس 3. احنا نعرف اف اي اكو بلس 2 بلس 3، يعني فرك اند فرس، موجود بشكل فرس اللي هي بلس 2 مو بلس 3. اذا صار بلس 3 بالهيموغلوبين، يعني الاف اي اذا صار لأكسيديشن وتحول الى بلس 3 راح يتحول الى نسميه ميثيموغلوبين، اللي هو كان نوت بايند اوكسجين، ما يقدر يرتبط بالاكسجين. ويسوي شكلت سينوسيس اللي هي براونش بلو كلاريشن اوف سكين اند ممبرين، يعني من يجي للمستشفى راسا يعرفوه صاير عنده انه ميثيموغلوبين، اللي هو نتيجة يصير ممكن طبعا يؤدي الى التشيو هايبوكسيا ويسوي دسنية كوما اند مرات يسوي ديث اذا استمرت الحالة. اذا وجد الاف اي اللي بالهيموغلوبين موجود بشكل اف اي بلس 3، الاطباء يعرفوه من هذا انه براونش بلو كلاريشن اوف سكين اند ممبرين، يجي الجلد مالته ازرق، فمباشرة يعرفوه يعني حتى يعني يتخذون الاجراء المناسب. فاذا موجود بشكل اف اي بلس 2. بعد شلون يرتبط؟ شلون يرتبط بالاكسجين؟ احنا قلنا مرتبط باثنين، احنا قلنا ورقة اكو بلين ورقة بالنص بالسنتر مالته اكو اف اي. هسه بعد صار بالورقة مرتبط الاف اي بتشم ارتباط، مرتبط باربع ارتباطات اربع اواصر اللي هي بالان. يرتبط بعد بالاضافة الى هذا وين راح يرتبط؟ طبعا هو قلنا هو جزء من البروتين اللي هو سواء عندنا نحكي عن هيموغلوبين او مايوغلوبين، جزء من البروتين. فشنو اللي يربطه بالبروتين؟ تربطه هستيدين، يربطه الامينو اسيد اللي هو الهستيدين، هستيدين ريزيديو نسميه. هذا يرتبط مباشرة بالحديد من اسفل الورقة. احنا مو قلنا هذه ورقة بلين، اسفل الورقة راح يرتبط الحديد بعد بمن؟ يرتبط بالهستيدين. من اعلى الورقة شنو اللي راح يرتبط؟ ترتبط الاوتو يعني جزيئة الاكسجين ترتبط بها. فهنا جزيئة الاكسجين ارتبطت بالاف اي، لكن مو اف اي فري موجودة، وانما موجودة embedded in protein structure، موجودة لكن وين صايرة؟ صايرة مخفية داخل protein structure within the prosthetic group of protein structure. هذه الان نجي للمايوغلوبين، طبعا اللي هو موجود ضمن المايوغلوبين موجودة الهيم، هذا اللي هي باللون الاحمر اللي هي حكينا عنها قبل شوية، اللي قلنا مثل الورقة هذه هنا مرسومة على شكل دائرة، بنصها اكو الاف اي، والاف اي مرتبط بمن؟ مرتبط بالاكسجين. وهذا الاف اي من هذه الجهة هنا من جهة اليسار مرتبط بمن؟ مرتبط مباشرة بالبروكسيمال هستيدين، يعني فد هستيدين امينو اسيد هستيدين نسميه بروكسيمال. وعندي الاكسجين هذا اللي ارتبطت بالحديد ايضا تثبتها هستيدين اخرى اللي هي نسميها دستل هستيدين. هسه راح نجي عليها، اكو عندي اف هيليكس وعندي اي هيليكس. احنا عندنا قلنا المايوغلوبين، المايوغلوبين هو بولي بابتايد مو صحيح وملتف، ماخذ سكندري ستراكشر وتيرشر ستراكشر صاير بروتين كامل. فهذا 80% اوف بولي بابتايد مؤلفة من الفا هيليكس. احنا مو قلنا البروتين مؤلف من different secondary structure، فهنا 80% من عنده مؤلف من الفا هيليكس. طبعا هن هذني البروتين مايوغلوبين هيموغلوبين ما نلقى بيهم بيتاشيت، نلقاهم اكثر شيء الفا هيليكس، يعني تركيبهم هيجي الامينو اسيد كونتنت تسمح بتكوين الفا هيليكس وتسمح بتكوين هذا الشكل من البروتين. هاي different الفا هيليكس، يعني اكو الفا هيليكس واكو هاي التفافة بسيطة، هاي الالتفافة، هاي الالتفافة يعني ياخذ another type of structure. فهنا أنا هاي يعني الهيليكس الاول وبعدين متحول صاير عندي هيليكس ثاني، على مود يعني سهولة دراستها حتى من اقول اني هذا الهستيدين وين بيا هيليكس مرقميها، منطيها ارقام من A الى H، A B C D E F G H،
اكو عندي شقد، اكو عندي ثمان يعني ثمان هيلكسات موجودة بهذا الستركتشر اللي هو المايوغلوبين. وعندنا طبعا الهيم هي لارجلي هيدن، صايرة هيدن. وعندنا هذه المجموعة الثالبة اللي بالهيم اللي هي ما يعني ما اريد فتشي تركزون عليها. وعندنا البروكسيمال هيستيدين اللي هو دايركتلي لينكد تو اف اي بلس 2، وهاي حكينا عنها. والاوتو يرتبط بالاوبوزيت سايد اوف بروستاتيك جروب. وايضا اللي يساعد على تثبيت جزيئة الاكسجين هي هيستيدين من هيليكس اخر اللي هو الاي 7. شوفوا اي 7 يعني معناتها الامينو اسيد رقم 7 بالهيليكس اللي هو سميناه اي. فهذا هو الستركتشر اوف مايوغلوبين. اللي يعني ما نحكي عن المايوغلوبين هو نفس الحكي نحكي عن البيتا تشين والالفا تشين اوف هيموغلوبين. شوفوا هذه هي صحيح ليست متطابقه، لكن التو ستراكشرز نلقاها متشابهه. هذه هي المايوغلوبين وهذه هي الهيموغلوبين بالمايوغلوبين. هذه هي البيتا سب يونت اوف هيموغلوبين وهذه هي الهيموغلوبين اللي بيها. مثل ما قلنا انه اكو سيميلاريتي بيناتهم. احنا حكينا عن المايوغلوبين معناتها حكينا عن الالفا والبيتا سب يونت اوف هيموغلوبين. طبعا الهيموغلوبين هو تترامرك، وبالتالي هو structurally and functionally more complex than مايوغلوبين. شلون نشرح سلوك الهيموغلوبين؟ الهيموغلوبين هو دايمر اوف دايمرز، يعني كل الفا بيتا الفا وبيتا تشين مرتبطين فيما بينهم. الفا بيتا اسميهم دايمر، هالدور الفا بيتا مرتبطة بالفا بيتا ثانية، فاذا صار عندي دايمر اوف دايمرز. هذي مرتبطين طبعا بنون كوفيلنت انتراكشن، ماكو اواصر تساهمية بيناتهم. ارتباطات اما هيدروجين بوند او الكتروستاتيك انتراكشن الى اخره. طبعا المايوغلوبين يرتبط بجزيئة اكسجين واحدة لان عنده بروستاتيك جروب واحدة، بينما الهيموغلوبين يرتبط باربع جزيئات اكسجين. وظيفته انه ينقل اربع جزيئات اكسجين من اللانك الى السيلز اوف ذا بودي، ديفرنت سيلز اوف ذا بودي. اند قلنا ينقل مورافر ينقل الهيدروجين ايون والسي او 2 من التشيو الى اللانك. الاكسجين بايندينج بروبرتيز ريجوليتد مثل ما قلنا الكواترنري ستراكشر شنو بيه خاصيه، يشتغل كوبرتيف، وبعد شنو ممكن انه يصير له regulation by interaction with allosteric effector. ايش نقصد بالallosteric effector؟ allo يعني بعيد، allo or other side، يعني من نحكي عن بروتينات تشتغل allosteric معناتها شنو؟ معناتها بيها مكان لارتباط الليجند اللي احنا دا نحكي عنه، يعني من احشى عن الهيموغلوبين بيها مكان لارتباط الاكسجين. وبعد شنو اكو بيها؟ اكو بيها مكانات اخرى ترتبط بيها سمول مولكيولز. شو تسوي هذه؟ تسوي ريجوليشن لارتباط الاكسجين، يعني تخلي اما مكان ارتباط الاكسجين اما مفتوح سويتش اون اور سويتش اوف. اوكي، فنسميها allosteric معناتها allo يعني other side. فاذا مكانات اخرى تساعد لي على اما ان تسوي ريجوليشن، تسوي تنظيم لعمليه ارتباط الاكسجين. ترتبط مثلا هيدروجين ايون، تخلي الاكسجين بعد ما يكمش بالهيموغلوبين. ترتبط غير مولكيول غير جزيئه، تخلي الهيموغلوبين لا مكمش الاكسجين مكمش بالهيموغلوبين، يعني ارتباط كلش قوي. فهذه نسميها regulation by allosteric effectors. الآن لو نجي على السلوك الأكسجين dissociation curve for myoglobin and hemoglobin، شلون نعبر عنه رياضيا؟ رياضيا نعبر عنه عن طريق degree of saturation اللي هي y-axis. y-axis يعني الخط العمودي، هذا الخط العمودي اللي هو الواي اكس، شي يمثل لي يمثل البيرسنت اوف ساتوريشن
اللي هي يتراوح بين 0 الى 100. 0 يعني معناتها ولا هيموغلوبين مولكيول، يعني او من نحكي عن الهيموغلوبين معناتها ماكو هيموغلوبين مولكيول مرتبطه بالاكسجين، من نحكي عن مايوغلوبين يعني معناتها مكانات السايت مكانات الارتباط ارتباط الاكسجين بالمايوغلوبين هي صفر. فهنا أنا عندي 0 all sites are empty وعندي 100 all sites are full يتمثل، فهذا الواي اكسس يمثل لي البيرسنت ساتوريشن. الاكس اكسس شي يمثل لي يمثل لي البارشيال بريشر اوف اوكسجين. طبعا احنا من نحكي عن الاكسجين ما نحكي عن تركيز، وانما لان هو غاز نحكي عن بارشيال بريشر اوف اوكسجين، واللي نقيسه بالمليمتر زئبق او كيلو باسكال، يعني قد تلقوها في كتاب معين هاي كيلو باسكال. زين، فهذا الكيرف شلون ناتج شلون نلقى الكيرف؟ هنا أنا عندي الكيرف الخاص بالمايوغلوبين اللي هو بالاعلى مشري بالمايوغلوبين، هذه شلون يكون شكله؟ يكون شكله بهذا الشكل اللي هو هذا الشكل، هذا الخط، هذا النوع من الخطوط نسميه هايبربوليك. هايبربوليك ما اعرف ترجمته بالعربي شو نسميه، بس هو اسمه هايبربوليك بالانجليزي. هذا شيء مثل يمثل حالة اللي هي حالة الإشباع. دائما البروتين أو الإنزيم اللي هو سنجل سب يونت إيش ينطيني؟ ينطيني هايبربوليك كيرف. إذا أرسم البايندينج ويا الليجند اللي يرتبط بيه ويا تركيز الليجند راح ينطيني هايبربوليك شيب اللي هو هذا أمامكم. هذا شيء يشير للهايبربوليك، يشير إلى أنه بتراكيز يعني تراكيز قليلة ممكن تسوي لي 50% saturation، وبعدين يصير بالتدريج الساتوريشن يبدي يزيد يزيد إلى أن أوصل إلى مرحلة أنه مهما أزيد الكونسنتريشن بعد ما يزيد الساتوريشن هاي البيرسنت. هنا أنا أشوف جيد وصلت لهنا، وراها بعد مهما أزيد ما يصير change. طبعا ليش؟ لأنه أنا عندي محدودية بالسايت، أكو عندي عدد محدد من المايوغلوبين مولكيول. يعني مثلا انا عندي 100 مايوغلوبين مولكيول، اجتها 100 اكسجين ارتبطت بيها، خلص بعد مهما ازيد الكونسنتريشن اوف اكسجين، ازيد البارشيال بريشر اوف اكسجين، بعد ما يصير عندي فرق بالساتوريشن. هي قبطت المكانات كلها قبطت. هذا بالنسبه للمايوغلوبين. المايوغلوبين قلنا شنو يصير عندي هايبربوليك. الان شنو المعطيات المهمه هسه بالمايوغلوبين؟ اولا عندي المايوغلوبين هو هاي افينيتي فور اوكسجين، عنده هاي افينيتي فور اوكسجين. شلون؟ لان هو وين اصلا قلنا المايوغلوبين موجود؟ وين موجود؟ بالمصل، بالهارت اند سكيليتال مصل. فمين ياخذ؟ ياخذ من الهيموغلوبين. الهيموغلوبين يجيب الاكسجين ينطيه للتشو، المايوغلوبين مباشره ياخذ ويشبع، عنده الفه قويه. حتى اذا اكو تراكيز كلش قليله من الاكسجين، هو شو مسوي؟ هو مكمش بالاكسجين ما ينطيه بسهوله. واذا اكو تراكيز حتى اذا قليله هو نلقاه مشبع ما ينطي اكسجين، لان هو وظيفته شنو قلنا؟ وظيفته يخزن ريسيرفر للاكسجين. فالقى انا بالتشيو اللي هي كلش عندها ديماند قوي للاكسجين، انا القى المايوغلوبين مشبع بالاكسجين. يعني مثلا عندي 100 جزيئه مايوغلوبين بارشيال بريشر مقداره 5-1، يعني بارشيال بريشر كلش قليل، تراكيز كلش قليله عندي من الاكسجين، انا شو القى المايوغلوبين؟ المايوغلوبين ماخذ حقه وثلثين الباطل، 50% من عنده ساتوريتد، هوش ماخذ كلش هواي من الاكسجين. فهو ليش؟ لان هو عنده خاصية انه نقول عنده افينيتي قوية للاكسجين، عنده هاي افينيتي للاكسجين. شنو مقياس الافينيتي اللي احنا راح نحكي بيه هواية؟ هو البي 50، نسميها بي 50. شنو يعني بي 50؟ يعني البارشيال بريشر اوف اكسجين اللي يسوي لي البروتين 50% saturated،
نسميها البي 50. شلون نحسبها؟ نجي هذا عندي اني هذا الواي اكسس، هذا الواي اكسس مدرجيه من 0 الى 100. انا شو ادور؟ ادور على ال 50 بالواي اكسس. من 50 انزل خط ارسم من الواي اكسس للكيرف هذا اللي مرسوم، من الواي اكسس للكيرف. وانا قلت لكم حضروا ورقه وقلم، لان مرات واحد بالحكي يقدر يكتب يعني حتى اذا ما يبين عنده تأشير. من الواي اكسس للكيرف، ومن ثم من الكيرف الى الاكس اكسس. فهاي نقطة التقاطع هنا اذا نشوفها بالمايوغلوبين شقد راح تساوي للبي 50؟ تساوي 1. معناته هو عنده طبعا كل ما قلت البي 50 يعني معناته انا احتاج تراكيز كلش قليلة حتى تسوي لي ساتوريشن. معناته هو عنده شنو؟ عنده هاي افينيتي للاكسجين. هذا ما يخص المايوغلوبين. لو نجي على الهيموغلوبين، هيموغلوبين وبقية الكوأوبراتيف مولكيولز اللي تشتغل كوأوبراتيفلي. شلون يصير شكل الكيرف؟ الكيرف راح يكون شكله شنو؟ سيجمويدال، يعني يشبه حرف اس، يشبه حرف اس. يعني ايش القى؟ القى هنا اكو شيء اسمه ستيبست بارت. هذا الستيبست بارت وين طبعا موجوده؟ طبعا هنا هذا اللي هو باللون الازرق، هذا اللي بالكيرف اللي ملون باللون الازرق، المنطقة اللي هي باللون الأزرق هاي حدود البارشيال بريشر اوف اوكسجين ان تيشيو، اللي هي تتدرج حوالي من 20 إلى 40. هذه حدود البارشيال بريشر، القى أنا الأوكسجين بارشيال بريشر هلقيت بالتيشيو. اللي بالأحمر هي حدود البارشيال بريشر للأوكسجين باللنك، باللنك طبعا القى اكسجين يعني كمية عالية من الاكسجين، وبالتالي بارشيال بريشر اله كلش قوي. الهيموغلوبين بالتشيوش القى؟ القى شوف مسوي لي هذا الخط منحني خطي. هذا شي يشير يعني الخط يشير الى انه يقدر ياخذ يعني يقدر ينطي، ينطي بدرجات مختلفة، ينطي بدرجات مختلفة اعتمادا على الـ يعني small change in partial pressure. يعني هسه هنا لو ناخذ اي نقطة من هذه القى انه small change بالpartial pressure راح يسوي لي big change in saturation of oxygen. يعني الهيموغلوبين مثلا يتحول من 50% saturated الى فرضا 30% saturation نسبة إلى اختلاف جدا بسيط بالبارشيال بريشر. يعني لقى فرق جدا بسيط بالتشيو بالأكسجين اللي موجود بالتشيو، لقى فرق، فهو عنده استعداد ينطي كل شهواي من الأكسجين اللي عنده في سبيل يعوض النقص الأكسجين اللي موجود بالتشيو. فهنا الكيرف يكون بشكل سيجمويدال. طبعا من يروح لل يعني الهيموغلوبين من يروح لللانك شلقى القافل ساتوريتد، هنا أنا 100% ساتوريتد. فهو وظيفته انه اجاني محمل ب 100% باللانك راح يكون 100% ساتوريتد الى ان وصل للتشيو. وش صار عنده؟ صار عنده استعداد ينطي الاكسجين بدرجات متفاوتة مختلفة اعتمادا على التشيو ديماند فور اكسجين. منو اللي يقول له انه هذا التشيو محتاج اكسجين لو لا؟ طبعا هي البارشيال بريشر اوف اكسجين بالتشيو وانذر فاكتور اللي هي حامضيه التشيو، يعني التشيو ايش قد بيه هيدروجين ايون، ايش قد بيه سي او 2. هسه راح نمر عليها بالتدريج. عندنا البي 50 هنا بالنسبه للهيموغلوبين طبعا راح تكون اكثر بهواي من المايوغلوبين، لانه الهيموغلوبين شنو عنده؟ عنده الافينيتي اقل. مايوغلوبين قلنا ياخذ الاكسجين بعد ما ينطي بسهوله، بس الهيموغلوبين لا، يا يجيبه من اللانك يجيبه ينطي بالتشيو. فهنا عنده الافينيتي، اذا الهيموغلوبين عنده اقل افينيتي للاكسجين. اذا حسبنا للبي 50 بنفس الطريقه اللي هسه حكيناها راح نلقى البي 50 26. وطبعا كل ما هاي الكيرفات اتجهت باتجاه اليمين الكير راح يكون البي 50 اكثر، ومعناتها الافينيتي اقل، معناتها الهيموغلوبين ينطي بشكل اسهل.
طبعا شلون نفسرها هاي يعني الكوبراتيفيتي شلون طينا هاي النقاط كلها حشيناها. الكوبراتيفيتي شلون تشتغل؟ الهيموغلوبين كل ما يرتبط يعني اول جزيئة ترتبط بسهولة، ثاني جزيئة ترتبط اسهل، ثالث جزيئة اسهل، رابع جزيئة كلش سهلة، بحيث انه شوف السهم هذا مات الانكريز افينيتي فور اوكسجين، يشتغل كوبراتيف سواء بالارتباط يعني من يروح لللنج مباشرة كل المواقع اللي بيه اربع مكانات راح تاخذ اوكسجين، من يجي للتشيو هماتين مباشرة ينطي كميات كلش كبيرة لان هو يشتغل كوبراتيف. هذه فنلقى انه الـ يعني اذا بحالة الارتباط اول وحدة ترتبط بصعوبة، اخر وحدة، رابع وحدة شوف السهم شلون يعني مكبري، رابع وحدة ترتبط يعني اسرع 300 مرة من ارتباط الجزيئة الاولى، جزيئة الاوكسجين الاولى، فهذه هي الكوبراتيفيتي. معناتها شنو؟ معناتها الافينيتي اوف اذر سب يونت انكريز، يعني اذا ارتبط الاكسجين بسب يونت وحده اول مره الافينيتي او مكانات ارتباط بقيه البايندينج سايت راح تفتح بسهوله، وبالتالي مباشره يصير ارتباط البقيه نلقاه يصير ساتشوريتد. من يروح للتشيو ينطي نفس الشيء، من ينطي اول وحده البقيه مباشره كلها راح تتفرغ. طبعا هاي شنو سببها؟ سببها انه اكو عندي different conformation، اكو عندي هذه السب يونت وحدة تأثر على الثانية ومنطيني جزيئة كاملة اللي هي الهيموغلوبين. بارتباط اوكسجين بسب يونت وحدة راح تغير لي الconformation للهيموغلوبين مباشرة، تغيره بحيث انه اذا صار عندي ارتباط تتحول من التي الى ار ستيت. ايش نقصد بالتي والار ستيت؟ تي من تنس، ار يعني ريلاكس، ريلاكس يعني مواقع ارتباط الاكسجين مفتوحة اللي هو نسميه الاكسجينيتد فوم. عندنا تو فوم للهيموغلوبين، شكلين، شكل مرتبط بالاكسجين وشكل ما مرتبط بالاكسجين. الشكل المرتبط بالاكسجين اللي هو نسميه ار او الريلاكس، هذا يكون مستقر عند ما يكون اوكسجينيتد، هو يكيف على ارتباط الاوكسجين فيصير نسميه هذا R state. عندنا ال T state اللي هو stable while deoxygenated، اللي هو شي يفضل هذا ال T state، يفضل انه يكون فاقد للاوكسجين. زين، اش وقت تكون ال R مستقرة واش وقت تكون ال T مستقرة؟ طبعا التي تستقر بوجود السولت بريدج، من اكو سولت بريدج راح تصير التي مستقرة. فهنا الميكانيزم شنو عندي؟ عندي الاكسجين ترتبط بالتي هيموغلوبين، اعتياد قلنا من ترتبط بالتي هيموغلوبين ايش راح تحولها؟ راح تحولها الى الار. شنو اللي يصير؟ انه احنا قلنا يعني قلنا عندنا هو دايمر اوف دايمر الهيموغلوبين، الفا بيتا دايمر، مرتبطه بالفا بيتا دايمر. شنو اللي يصير؟ الفا بيتا هذه اللي هي بالاعلى الفا 2 بيتا 1 هذه يصير لهم شي يصير لهم؟ يصير لهم سلايد. اذا تشوفون السنتو هذا التي ستيت، التي ستيت يعني اللي ما مرتبط بالاكسجين اللي هو على جهة اليسار، هذا هنا الالفا بيتا اللي هي بالاعلى اول ما ترتبط بالاكسجين شنو اللي راح يصير؟ راح يصير انه الجزيئة تفتر. الدايمر هذا اللي بالاعلى يفتر 15 درجة على الدايمر اللي بالاسفل، فشنو اللي يصير؟ يعني نسميها سلايد، سلايد تو ايش اذر. من يصير سلايد هذا البوكيت، هذا الفراغ اللي بالنص اللي هو شنه مربع، ايش راح يصير بيه؟ راح يصغر، وبالتالي تتحول الجزيئة الى شكل اخر اللي هو R state، تحول من T الى R state. فاذا R هي الاكسجينيتد والT هي الديوكسجينيتد. شنو اللي صار؟ اللي صار انه ارتباط اكسجين وحدة ايش غيرت؟ غيرت بشكل الجزيئة بحيث خلت
الاكسجين في الثانية والثالثة والرابعة ترتبط بأس يعني بسرعة قوية كلش، قلنا 300 مرة أسرع ارتباط الرابع اكسجين. ليش؟ لأنه صار عندنا conformational change بالجزيئة. ليش صار هذا الconformation؟ هاي كتبت لكم عليه للاطلاع فقط حتى ما تدوخون به، بس اشرح لكم اياه على السريع. احنا عندنا هاي البورفرين رينك، مو صحيح؟ هذه اللي قلنا بلين، قلنا ورقة وكو بنصها حديد، بس الحديد شوية طالع عن مستوى الورقة، يعني هاي ذرة الاف اي شوية طالعة عن مستوى الورقة ومرتبطة مرتبطة بالهستيدين. طبعا بالبروتين ارتباطها يكون بالهستيدين هذه الحلقة. من يجي الاكسجين يرتبط؟ شوفوا وين ارتبط، احنا مو قلنا ورقة من الاسفل مرتبطة بالهستيدين ومن الاعلى يجي الاكسجين يرتبط. شو يسوي الاكسجين؟ يجر جزيئة الاف اي، يجرها للاعلى، يرجعها within the plane. اوكي، فهذه الاوتو بايندينج تو اف اي pulls the iron into the plane of the ring with the associated movement of histidine. سوري وما انطيتكم الرابط، رابط الحضور. بس انطيكم رابط الحضور، افتح الشات حتى اكمل المحاضرة. دكتورة خليه بالشات مال البرنامج. اي بس خلي افتح الشات، بس هو انتهى، سيكون اخابر على دكتورة حسنات. كمل دكتورة، انا سات وصل اياه. اوكي بس خلي افتح لكم الشات. اوكي فهذا هو اللي يصير، هذا راح يصير عندنا هنا من تنسحب الاف اي اعتيادي راح ينسحب بها بقية البروتين، يعني هذا الهستيدين مرتبط بامينو اسيدز اخرى اللي هي within the structure، وبالتالي سوالنا هذه الconformational change كلها واللي هي سوت الكوابراتيفيتي، والكوابراتيفيتي سواء باخذ البرنامج ولا زحمة نجغل فيه لان ما جانت تمشي. والرابط نعم. أنا أعطيه رابط جديد لأن دكتورة حسنات ما بتشوفه. شنو المشكلة هسه؟ دكتورة الشات مال البرنامج غلطيها. نعم. علينا. ودكتورة حسنات بتشوف قدام النايمة، أنا راح أعطيه واحد جديد ونعتمد عليه. طلاب الرابط نفسه اللي في الدكتورة وسام مفتوح، سجل بيه حضور هسه. ها مو غلقت انا الشات. دكتورة رجع الشيء اللي دكتورة حسنات فتحتها. اوكي. وعشر دقائق ونغلقها.
اوكي فنكمل المحاضرة. قلنا هذا هو المقصود بهذا السلايد كله، انه يصير عندنا conformational change، وهذا conformational change راح يسوي لي هذه الكوبراتيفيتي. نجي الى الالوستريك افكتر. قلنا انه احنا الهيموغلوبين اكو الالوستريك افكتر، وهذه قدرة الهيموغلوبين على انه reversibly bind oxygen، يعني يقدر يستلم، يقدر يصير له يعني fully saturated with oxygen باللونج، ويقدر يجي للتشيو ويقدر ينطي هذه الاكسجين. شنو اللي يخليه هذه؟ انه هو يتأثر ب الالوستريك افكتر. وقلنا منو اللي يسمح بتكوين بتأثير هذه الالوستريك افكتر؟ انه هو مؤلف من ملتي سب يونتس. فنجي هسه الى الالوستريك افكتر شنو هي. طبعا هي البي اتش والبارشيال بريشر اوف اوكسجين، بارشيال بريشر اوف سي او 2، اند افيلابيلتي اوف 2 3 بالفوسفور جليسريت. هذول كلهم نسميهم الالوستريك افكتر، وحكيت لكم عنها شنو يعني الالوستريك افكتر. نجي هسه الى اول وحده اللي هي 2 3 بالفوسفوجليسيد، او باختصار نسميها بي بي جي. هذه هي انايونيك سبستانس، يعني فد مركب ما طول بي فوسفيت هوايه. معناتها شنو؟ معناتها هو نيجاتيف، يعني عنده هاي نيجاتيف تشارج. هذه وطبعا موجود بالار بي سيز، موجود حوالي تركيزه اباوت 2 ملي مولر. هذا ممكن ان يرتبط بالاكسجين، يعني جزيئه وحده ترتبط بالتترامر الواحد، وهسه راح نشوف صورتها. هذا منين يجينا البي بي جي؟ مصدره شنو؟ مصدره هو الباثوي اللي هو بالجلايكوليسيس، يعني واحد من الباثوي اوف ميتابوليزم اللي راح تاخذه اللي هو الجلايكوليسيس. فهذا يتكون بالباي باث رياكشن، واحدة من الخطوات الجلايكوليسيس بها خطوة عرضية ممكن ان تكون لي هذا المركب حسب حاجة الجسم. مثلا بحالة الناس اللي يردون يصعدون للهاي للإيفرست وغيره، فشنو اللي يصير؟ اللي يصير انه لازم هم يعني يخططون للرحلة مالتهم، لانه بالإيفرست البارشيال بريشر اوف اوكسجين ينخفض حوالي 70%، وبالتالي هم ما راح يحصلون يعني اوكسجين كفايه. لازم الاوكسجين يعني هذا القليل هو يكتفي به جسمهم. لازم متدربين بحيث انهم تكون عندهم هذه الـ يعني جسمهم مكون ال 2 3 بالفوسفوجلسريت حتى ما يصير عندهم مشاكل بالصعود. يعني هاي واحده من الاشياء. فعندنا هذه الجزيئة شنو شغلها؟ شغلها انه تقعد قلنا بنص التترامر هذا الاكسجين. شنو اللي يخليها ممكن ان تقعد بوسط هذا التترامر؟ قلنا هي هايلي نيجاتيف، لازم معناتها اكو هايلي بوزيتيف تشارج اللي تربطها. وين موجودة هذه الهايلي بوزيتيف تشارج؟ اكو عندي بكل بيتا تشين اكو عندي 2 هستيدين اند 1 لايسين، وعرفنا انه الهستيدين واللايسين اثنيناتهم من البوزيتيفلي تشارج امينو اسيد. فهذه الجزيئة راح ترتبط بالبوزيتيفلي تشارج امينو اسيد اللي موجودة بنص الهيموغلوبين بالبيتا تشين، فتساعد على ارتباطها. اذا ارتبطت هذه الجزيئة بالهيموغلوبين ايش راح تسوي؟ راح تخلي الهيموغلوبين يعني يطرد الاكسجين، يسوي انلودينج للاكسجين، راح يفرغ اكسجين. فهذه وحدة من الالوستريك موليكيول. زين الان لو نجي عندنا الديفرنت اكسجين افينيتي اوف فيتال اند ماترنال هيموغلوبين بالرد يعني عند فيتال هيموغلوبين. سلوك الهيموغلوبين المختلف بالنسبة للفيتال اند ماترنال. فيتال يعني الجنين والام. الجنين من ياخذ اكسجين؟ طبعا دم الجنين ياخذ اكسجين من دم الام. السبب شنو هو؟ احنا عندنا يختلف الستركتشر اوف هيموغلوبين. احنا عندنا 2 الفا 2 بيتا تشين بالادلت، بالفيتس شنو؟ اكو ماكو بيتا تشين، اكو بمكانها جاما تشين. اللي هي هذه الجاما شنو فرقها عن البيتا؟ فرقها انه اكو
هيستيدين متحول الى سيرين، يعني الهيستيدين اللي بالبيتا صايره متحوله الى سيرين بالجاما. شنو الفرق بيناتهم؟ الهيستيدين قلنا يحمل شحنه موجبه، والسيرين هو قطبي لكن غير مشحون. فهذا السوالي سوالي اختلاف بالستركتشر وبالتالي اختلاف حتى بالوظيفة. احنا قلنا الادلت هيموغلوبين ممكن ان يرتبط بقوة بمن؟ بال 2-3 بسفوسفوغليسترات واللي هي تخليه ينطي الاكسجين. هيموغلوبين الادلت يقدر ينطي الاكسجين عند ما يلقى هاي كونسنتريشن اوف بي بي جي، لانه شنو؟ لانه يرتبط بها، هي كأنه تدفع الأكسجين الآن لو نجي إلى الفيتال هيموغلوبين، انفقدت شحنة موجبة وبالتالي ارتباط بالبي بي جي راح يكون أقل، وبالتالي راح يكون شنو؟ ماكو شيء يدفع الأكسجين من الجزيئة، بالتالي شنو نقول عليها؟ نقول عليها الفيتال هيموغلوبين عندها هاي أفينيتي فور أكسجين، يعني عكس الافينيتي. كل جزيئة الهيموغلوبين اللي عنده هاي افينيتي للبي بي جي معناتها عنده lower affinity for oxygen، يقدر ينطي الاكسجين. بالعكس اللي عندها lower affinity for بي بي جي لا، معناتها هو يسحب اكسجين. فهنا الفيتال هيموغلوبين هو يسحب اكسجين من systemic circulation للماترنال، وبالتالي هو ياخذ اكسجين من المذر، بالتالي ايش راح يكون؟ راح يكون عنده هاير افينيتي. اذا باوعنا لهنا وين نلقاه؟ نلقاه على اليسار، يعني هذا الفيتال هيمو الاكسجين ديسوسيشن كيرف، هذا اللي بالوردي القاه على يسار الاكسجين ديسوسيشن كيرف للماترنال. السبب انه عنده هاير افينيتي. ليش عنده هاير افينيتي؟ لانه هو ما يرتبط بالبي بي جي. ليش ما يرتبط بالبي بي جي؟ لانه عنده شحنات موجبة أقل، ولأن واحد من الأمينو أسيدز الموجب متغير إلى أمينو أسيد أنشارج اللي هو السيرين. بالعكس اللي عندها lower affinity for BBG لا، معناته هو يسحب أكسجين. فهنا الفيتال هيموغلوبين هو يسحب أكسجين من systemic circulation للماترنال، وبالتالي هو ياخذ أكسجين من المذر، بالتالي ايش راح يكون؟ راح يكون عنده higher affinity. اذا باوعنا لهنا وين نلقاه؟ نلقاه على اليسار، يعني هذا الفيتال الأكسجين ديسوسيشن كيرف، هذا اللي بالوردي القاه على يسار الأكسجين ديسوسيشن كيرف للماترنال. السبب انه عنده هاير افينيتي. ليش عنده هاير افينيتي؟ لانه هو ما يرتبط بالبي بي جي. ليش ما يرتبط بالبي بي جي؟ لانه عنده شحنات موجبة اقل، ولان واحد من الامينو اسيدز الموجب متغير الى امينو اسيد انشارج اللي هو السيرين. نجي الى البوهر افكت. البوهر افكت هو يعني تأثير اكتشف العالم بوهر وحصل على جائزة نوبل، اللي هو شنو؟ شلون يصير تأثير تأثير ايون الهيدروجين وتأثير السي او تو بمن على يعني قدرة الهيموغلوبين على تفريغ الاكسجين. طبعا احنا نعرف قلنا بالرابيدلي ميتابولايزنج تيشيو، التيشيو اللي بيها يعني ميتابوليزم سريع مثلا الكونتراكتيك مسل، هذه شنو بيها؟ طبعا الميتابوليزم شي يولد ثاني اكسيد الكربون ويولد هيدروجين، وبنفس الوقت هو يحتاج اكسجين. فالهيموغلوبين هذه الظروف انه هذا التيشيو بيه ثاني اكسيد الكربون بيه هيدروجين، شيء يعني شنو معناتها؟ هاي معناتها هي معلومات الى انه هذا التيشيو يحتاج الى اكسجين، فهو مباشرة راح يفرغ اكسجين بهذا التيشيو. هو جاي من اللانج محمل بالاكسجين اعتمادا على شقد اكو بالتيشيو هيدروجين ايون وسي او تو، راح يبدي يفرغ اكسجين حسب حاجة
هذا التشي وهذا العمل هذا التأثير شو نسميه بوهر إفكت اللي هي إنه الهيدروجين أيون والسي أو تو بروموت ذا ريليز أوف أكسجين طبعاً عفواً طبعاً من يصير ريليز للأكسجين معناتها الكيرف هذا الكيرف من يصير عندي اختلاف بالهيدروجين أيون معناتها البي إتش اختلفت للوسط شي يصير تصير زيادة بقدرة الهيموغلوبين على تفريغ الأكسجين شي يصير الكيرف يصير الكيرف متجه يعني يصير له شيفتنج يعني متحرك باتجاه الرايت طبعا رايت شيفتنج بينما السابق نقول عليه ليفت شيفتنج يعني صاير الى يسار هنا الفيتال هيموغلوبين فيتال كيرف القاء الى يسار الكيرف الطبيعي فهذا اقول عليه ليفت شيفتد نسبة الى الكيرف الطبيعي هنا بحالة انه اكو اسيدوسيس او اكو سي او تو عالي ايش نلقى الكيرف نلقى الكيرف صاير الى يمين الكيرف الطبيعي اللي هو شنو نقول عليه رايت شيفتنج فراح يمر علينا مصطلح رايت شيفتنج اند ليفت شيفتنج يعني عندما يكون الخلايا او التشيو محتاج الى اكسجين شي يصير بهذا الكيرف يصير له رايت شيفتنج والرايت از تو رايت يعني فالشيء الصحيح انه يصير شيفتنج بالكيرف تو رايت ايش وقت يصير رايت شيفتنج للكيرف عندما يكون قلنا هاي طبعا هاي قاعدة تحفظوها حتى يعني حتى بعد بقية القواعد تنبنى عليها القاعدة اللي نحفظها وانا مطيتكم اياها بشكل سهل انه شو وقت يصير عندي رايت شيفتنج عندما يكون هاي زيادة باي واحد من هذول الاربعة زيادة بالهيدروجين ايون كونسنتريشن او زيادة بالسي او تو او زيادة بالتمبرتشر او الهاي التيتيود اللي هي تسوي لنا طبعا بالاضافة الها هاي بي بي جي هذولا خمسة يسوي لرايت شيفتنج اوف كيرف الان الكيميكال بيسز اوف بوهر افكت باختصار شنو اللي يصير احنا قلنا نفسر ممكن نفسر سلوك الهيموغلوبين انه which form is stable ال T stable لو ال R هي stable اذا ال R stable يعني شي يفضل انه تبقى الاكسجين B هذه وين باللنك يصير بشكل R state من يجي للتشيو شي يفضل انه يكون يعني طبعا ينطي الاكسجين يعني يصير بال T state شنو اللي يخلي which one is more stable ال R or T شنو اللي يخلي ال T stable ال T يعني deoxygenated يعني هيموغلوبين مطي الأكسجين مالته شنو اللي يخلي ال T stable دائما تكون ال salt bridge يعني الجسور الملحية فأي شيء يساعد على تكون ال salt bridge راح يسوي لنا ال T is stable يعني يخلي الهيموغلوبين يفرغ أكسجين فهنا مثلا عندما شنو اللي يخلي ال pH اذا صار pH change اذا صار high concentration of hydrogen ion شنو اللي راح يصير عندنا salt bridge وبالتالي ال T state راح تكون هي more stable وبالتالي يخلي الهيموغلوبين يفرغ اكسجين مثل ما قلنا حسب القاعدة الآن شلون راح يصير هذه الكيميكال بيسز احنا نعرف انه البيتا تشين بيها شقد قلنا بيها 146 امينو اسيد اخر امينو اسيد هو الهيستيدين اخر واحد اللي هو بالكاربوكسيل السي تيرمينس هذه السي تيرمينس اللي هي يعني اخر امينو اسيد بهذه الكاربوكسيل جروب تكون موجودة بالاضافه الى ذلك الهيستيدين اكو بها ار جروب متاينه فعد ما يصير عندي هاي كونسنتريشن اوف هيدروجين ايون راح تجي هذه البيضه هذه اللي هي باللون الابيض راح ينضاف هذا الهيدروجين ينضاف من اكو وفره من الهيدروجين ايون ينضاف عندي هيدروجين هنا فايش راح يسوي لي شحنه موجبه
شحنة موجبة وأكو شحنة سالبة بالأسبارتك أسد رقم 94، لأن الأسبارتك موجودة بيه شنو؟ موجودة بيه كاربوكسيل جروب، واعتيادي هي بي اتش بالفيزيولوجيكال بي اتش، يعني بي اتش 7.4 7.2 7.3، هذه راح تكون مشحونة بشحنة سالبة. هاي حسب القواعد اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة، إنه البي كي فاليو شقد لهذه المجموعة بحدود 2، المجموعات الكاربوكسيل البي كي لها بحدود 2، بعد ما تكون البي اتش 7 معناتها هذه المجاميع تحمل شحنات سالبة فاقدة هيدروجين، البي اتش 7 أو 7.4 فاقدة هيدروجين وتحمل شحنات سالبة. فهنا من تغسر، لكن عندنا مجموعة الهستيدين كلش تتأثر بالفيزيولوجيكال بي اتش، يعني حتى إذا تغير كلش طفيف راح تتغير شحنتها، هذولا إذا تغير طفيف ما يأثر عليهم لأن هم 2 فرق عن 7، هذه قريبة من 7 لأن هي بحدود 6، فوجود أو عدم وجود الهيدروجين أيون هنا راح يتأثر، بينما هنا هذه المجموعة هي أصلا سالبة وتبقى سالبة، وهنا عندي هذه المجموعة السي تيرمينس أيضا سالبة. اللايسين هذه موجبة، مجموعة موجبة لأن هي البي كي إلها بحدود 11، يعني بالدعش يلا تبدي من تصير البي اتش 11 يلا ينفقد هيدروجين منها وتتحول إلى متعادلة. فهنا البي اتش من صار اختلاف بسيط بالبي اتش، شنو اللي صار؟ نضاف لهيدروجين هنا كون لي شحنة موجبة، هاي الشحنة الموجبة ويا الشحنة السالبة للأسبارتك أسد رقم 94 شو تسوي لنا؟ تسوي لنا سولت بريدج. احنا قلنا من يصير سولت بريدج شو يصير؟ يصير ستيبلايزيشن للتي ستيت اوف هيموغلوبين، وبالتالي تخلي الهيموغلوبين ما يحب يكون بي اوكسجين، يحب يكون دي اوكسجينيتد وينطي الاوكسجين اللي عنده. اذا اجينا على السي او 2، ايضا سي او 2 عد ما ترتبط ايضا تسوي لنا سولت بريدج اللي هو هذه الكاربوميت، وبالتالي ايضا راح تسوي لنا يعني قلنا كل ما يصير سولت بريدج معناتها يسوي ستيبلايزيشن للتي ستيت، وبالتالي الهيموغلوبين راح يكون ينطي الاكسجين بسهوله. عندنا من المواد الاخرى، احنا قلنا الهيموغلوبين يرتبط بالاكسجين، يرتبط بثاني اكسيد الكربون، يرتبط بالهيدروجين ايون، يرتبط بمادة أخرى اللي هي الكربون مونو أكسيد اللي هو colorless and odorless غاز عديم اللون والرائحة، طبعا ينتج عن طريق الفولتي أثيلنسس. هذه أكو ناس يعني شلون يسوون هاي وسائل التدفئة يدفون بالفحم وغيره، ف ما يصير يعني احتراق كامل للفحم، فينتج بالمرحلة الوسطية ينتج غاز الكربون مونو أكسايد اللي هو توكسيك، حتى إذا كان بلو كونسنتريشن يكون توكسيك. ليش توكسيك؟ لأنه هو بايند تايتلي، بط الشيء المفيد به أنه هو ريفيرسبلي يرتبط بقوة لكن بشكل معكوس بالهيموغلوبين، بالهيموغلوبين ويسوي لنا كاربوكسي هيموغلوبين. طبعا السي او عنده هاير افينيتي فور هيموغلوبين، عنده يعني اكثر من 220 مرة عنده هاير افينيتي فور هيموغلوبين. بالاضافة الى ذلك عد ما يرتبط السي او اذا ارتبط بالهيموغلوبين يعني هو هم يرتبط بسرعة، وحتى إذا كانت low concentration بحيث أكو sub unit عندي بعدها ما مرتبطة بال CO وتقدر ترتبط بالأكسجين، شي يسوي؟ يخلي الهيموغلوبين يكمش بالأكسجين بقوة، ما يخليه ينطي، يقفلها ترتبطت أكسجين وانقفلت السايت بعد ما تنطيها. فشي يسوي أصلا؟ يحول الكيرف هذا إذا تشوفون يحول الكيرف إلى hyperbolic. هذا في حالة انه السي او ارتبط، اذا عندي 60% اتش بي سي او كاربوكسي هيموغلوبين يتحول الكيرف الى هايبربوليك. اصلا يعني الهايبربوليك يصير شنو؟ يصير حالة حال المايوغلوبين، يقوم عنده هاي افينيتي فور اوكسجين. هذا من وذا نحكي عنه؟ ده نحكي عن الهيموغلوبين. فهذا الغاز توكسيك
طبعا خطر يجي البيشنت عنده أعراض، يعني عنده مثلا هيدك، نوزيا، إرتيبلتي، ويكنس، تكاثيميا، بس هي شنو أعراض تشبه أعراض كثيرة من الأمراض، ويعني بصعوبة مرات حتى أصلا قبل لا يوصل المستشفى يتوفى. لكن إذا وصل شلون ينقذوه؟ طبعا ينقذوه بالتريتد باي 100% أكسجين ثيرابي. إذا صار أكسجين ثيرابي بشكل صحيح قلنا هو هذا يرتبط ريفيرزبلي الCO، فيصير استبدال، يعني ينجبر إنه ينشال يجيك عند مكانه أكسجين وتتعالج الحالة. هذا ما يخص الكربون مونو أوكسايد. نجي للأكسجين ديسوسيشن كير بالأنيميا. طبعا بالأنيميا أنا عندي الموليكيولز اللي تشيل الأكسجين قليلة، وبالتالي إيش راح يصير؟ راح يبقى الكيرف سيجمويدل، لكن يصير عندنا يصير الساتوريشن ريديوست. هذا هو الكيرف اللي بالأنيميا، هو أيضا سيجمويدل، لكن شي يصير الساتوريشن ما راح يصير عندي 100%. عفوا الصوت واضح طلاب؟ محمد خلصنا؟ محمد تسمعني؟ اوكي ماشي خلصنا. هسه نجي الى جينيتك ديزيز اللي هو السيكل سيل انيميا. السيكل سيل انيميا شنو سببه؟ سيكل سيل انيميا سببه انه اكو فرق بالامينو اسيد سيكونس. احنا قلنا البرايمري ستراكشر هو فيري امبورتنت، واحد من الامثله انه اكو فرق بالبرايمري ستراكشر اوف بروتين هو السيكل سيل انيميا، يعني فقر الدم المنجلي. شنو اللي دا يصير؟ هو جينيتك ديزيز بروديوسينج سيكل سيل اتش بي. شنو اللي يصير؟ طبعا اللي يصير انه اكو عندي بوينت ميوتيشن بالدي ان اي، وبالتالي هاي شو تسوي لي؟ تسوي لي اختلاف الامينو اسيد رقم 6 اللي هو الجلوتاميك اسيد، يتحول الى فالين، يتحول من الجلوتاميك اسيد، يعني شفرة الجلوتاميك اسيد تتحول الى شفرة فالين، وبالتالي ينتج عندي اختلاف بالبيتا تشين للهيموغلوبين، فيصير عندي بمكان ما موجود جلوتاميك اسيد يصير موجود اكو فالين بالسلسلة البيتا تشين. هذه ايش راح تسوي لنا؟ راح تسوي لنا اختلاف بالستركتشر. طبعا الجلوتاميك اسيد هو شنو؟ هو هيدروفيليك امينو اسيد، مو صحيح؟ وموجود على سطح البيتا تشين، بينما الفالين هيدروفوبيك. تعرفون هيدروفيليك عادي يبقى على السطح، بس هيدروفوبيك لازم شنو؟ لازم ينضم. فشنو اللي يصير؟ اللي يصير انه تصير عندي هذه بحالة انه النورمال هيموغلوبين. شوفوا هاي الصورة طبعا انا ما احبها، بس ما ادري عبالي غيرتها وما تغيرت. هذه عندي هذه طبعا الخلايا كريات الدم الحمر اللي هي قرصية مضغوطة من الجانبين. هذه طبعا بالمناسبة يعني من احشي عن هيموغلوبين مو احشي عن كرية دم حمراء وحدة، وانما احشي عن 270 مليون كرية جزيئة هيموغلوبين. كل كرية دم بيها حوالي 270 مليون جزيئة هيموغلوبين. هنا فهنا عندي النورمال هيموغلوبين هي هذه بهالشكل هذا. طبعا عادة الاحمر معناتها شنو؟ معناتها اكسجينيتد، والازرق معناتها دي اوكسجينيتد. هذا ال HbA يعني الادلت هيموغلوبين اذا اوكسجينيتد باللون الاحمر، هذه نلقاها جزيئات عادي تشتغل وحدة، كل وحدة تشتغل وحدها ما لها علاقة لا ملتصقة ولا هاي. اذا صار لها دي اوكسجينيشن، شوف هذا الاكسجين طلع تحولت الى زرقة، من يصير لها دي اوكسجينيشن تبقى نفس الشيء، هما فينا جزيئات مفرقة، فهي سوليبل سواء كانت oxygenated or deoxygenated. بينما السكل شوفوها هذه مفرقة، عد ما تكون oxygenated بيها أكسجين هي مفرقة، يروح عنها الأكسجين شنو اللي يصير؟ يصير انه تتجمع،
او تصير aggregation into tubular fibers، تتحول الى fibers، وهذه الفايبرز ايش راح تسوي؟ راح تحول لي اصلا حتى شكل كريات الدم الحمر تحولها الى شكل اخر، تحولها من خلية قرصية الى خلية نسميها خلايا منجلية، ولذلك يسموه فقر الدم المنجلي. ليش يصير هذه الفايبر؟ قلنا على مود شنو؟ على مود يضم الهايدروفوبيك فالين، هذه الهايدروفوبيك فالين اللي ظهرت على السطح، لازم شنو؟ لازم يصير لها يعني embedded in structure، وبالتالي تجي جزيئات هيموغلوبين، تجي كل جزيئة هيموغلوبين تلتصق بالثانية، اكو هايدروفوبيك بوكيت بالالفا تشين، راح يعني راح يصير فت ويا هذه هذا الجزء من البيتا تشين، وبالتالي راح يصير عندي هذه تلتصق جزيئة بجزيئة ويتكون عندي هذا الفايبر هذا، وهذه راح تسوي لي الفايبرز، راح تصير intracellular fibers of HPS. طبعا راح تغير شكل كرية الدم الحمراء، تسويها بهذا الشكل اللي هو المنجلي، ويعني وتسد الأكلود بلود فلو اند كابيلاريز، وتسوي المايكرو انفراكس، وتسوي تشيو انوكسيا اند سيفير بين. فالآن شنو البارامتر اللي يسوي سيكلينج؟ طبعا شنو البارامتر اللي يسوي سيكلينج؟ اي بارامتر يخلي الهيموغلوبين يصير دي اوكسجينيتد بشكل كبير، اللي هي شنو البارامترز اللي اخذناها؟ يعني مثلا من يصير عندنا low concentration of oxygen، مثلا واحد يصعد altitude او flying، فهذول جماعة السيكل سيل انيميا ما توالمهم هذه الامور، لانه جسمهم ما يتحمل ال HBS، راح يصير HBS يعني يصير crisis، لان شنو؟ لانه تتحول ال HB الهيموغلوبين تتحول الى هذه الفايبرز وتصير فد مشكلة كبيرة. بعد شنو ممكن؟ ممكن شنو هي كل العوامل اللي تسوي تخلي الهيموغلوبين ينطي الاكسجين؟ تسوي كرايسيس عند ابو السكل سيل انيميا، اللي هي لو او 2 هاي سي او 2 لو بي اتش، لو بي اتش يعني حامضية عالية، مثل ما قلنا هاي بي اتش هاي هيدروجين ايون كونسنتريشن، يسوي لي شنو؟ يسوي انلودنج للاكسجين، الدي هايدريشن ايضا، والهاي بي بي جي. وشكرا جزيلا، واعتذر عن الخلل اللي صار واللي اخرنا يعني بهذا الشكل، فانطيكم ربع ساعة حتى نبدي السمول جروب، اخذ يعني 5 دقائق اسئلة. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. بس العفو دكتورة، الماجلوبين إن أخذنا الساتوريشنز مالته بي 50 مالته قلنا إنه هو 1 مليمتر زئبقي، مظبوط؟ أي. زين، هو الماجلوبين أصلاً يحتوي على بوليبيبتايد تشين وحدة أصلاً، يعني راح يشبع بذرة أكسجين وحدة، فشلون نقول البي 50 مالته واحد؟ يعني على هذا الحكي هو إيش قد راح يحتوي؟ هو يحتوي أصلاً واحد. يعني واحد هذا الكونسنتريشن، يعني اذا عندنا partial pressure of oxygen، مو احنا ما نعرف عدد الجزيئات، يعني بهذا partial pressure شقد اكو اكسجين معناته؟ مو احنا اصلا قلنا انه هو ما دام يحتوي على بيبتايد تشين واحده، يعني بوليبيبتايد تشين واحده، فاكيد راح يحتوي على ذره اكسجين واحده، فشلون نقول انه هو يرتبط؟ بالفعل هو يرتبط بجزيئة اكسجين واحدة. اي، فشلون البي 50 مالته واحدة على هذا الحكي؟ البي 50 مالته واحدة يعني واحد يمثل مقدار البارشيال بريشر اوف اكسجين، يعني بس ما يعني مو معناتها اكو وحدة جزيئة اكسجين. هيك قصدك لو شنو؟ يعني جزء ما مفهوم شنو البارشيال بريشر على هذا الحكي؟ البارشيال بريشر يعني الضغط الجزيئي للاكسجين، يعني ما نقصد هو من نفسه كميه الاكسجين اللي اعرضه للماجلوبين او الهيموغلوبين.
اي هو يشير الى هذا، يشير الى يعني هو بدل ما يقول كونسنتريشن يقول بارشال بريشر، بس مو معناته اكو وحده يعني جزيئه اوكسجين. بعد ساعه ماخذيها بالكيمياء وبالفيزياء ماخذين شلون قانون الغازات وهذه كم جزيئه اكو اذا بارشال بريشر هلقيت يعني مو وحده طبعا. اكو بس سؤال ثاني من لو سامحش، البي بي جي اللي اخذناه انه احنا قلنا اصلا ساعتها على مود من مثل نصل مرتفعات عاليه، بالتالي هو راح يقلل الافينيتي ويحرر الاكسجين. اي بالضبط. فهو يشتغل على جزيئه يكون بها اكسجين، فليش يرتبط بالتي ستيت؟ هو يرتبط بالار ستيت مباشره. يعني هو بديهيه هاي راح يصير فتشي، يعني هو مرتبط بالتي ستيت اللي هو دايركتلي هيموغلوبين اصلا ما بيه اكسجين. مو مضبوط؟ اي هو يرتبط، يعني هو من يرتبط تتحول، مو هي اكو توازن بين التي والار، يعني التي تتحول الى ار والار تتحول الى تي. اي بس هذا الحكي انه هو التي ستيت يعني طالع من الانسجه ورايح لللنج، فايش عنده مرتبط بالبي بي جي؟ هو من يطلع من اللنج ويروح للتشو؟ لا هو بالتشو يرتبط بالبي بي جي. اي بس انتم قلتوا بالتي ستيت، يعني التي ستيت اصلا هو ما في اكسجين حاليا. بلي هي شنو هذه التي والار هي تفسرنا من سلوك الاكسجين، يعني لسهولة الشرح انه ماكو 100% تي و 100% ار، لكن هو يعني which one is more القصد بيها اوكي which one is more stable يعني تي or ار. شنو اللي يخلي التي ستيبل؟ هو توفر يعني وجود ما يساعد على تكوين السولت بريدج، يخلي انه التي از مور ستيبل، فتخلي اذا كانت هي ار ايش راح تصير؟ راح تفقد الاكسجين اللي بيها وتتحول الى تي. هذه الفكره. اوكي شكرا. لا 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 تفضلي. منو بعد محمد؟ مرحبا دكتورة. اهلا بيك. شهد؟ لا فاطمة دكتور. ما ادري انا طالع عندي شهد. اوكي تفضلي. دكتورة ممكن تعيدين البوهر اكتف بصورة بسيطة يعني؟ البوهر افكت هو نقصد به انه شلون يتاثر الهيموغلوبين بالكونسنتريشن اوف هيدروجين ايون اند سي او 2. انه صوت كلش ضعف يعني. ها لا ما ادري والله، انا اسمع صوت من اذر سايد. البوهر وهسه ايه هسه قوي زين. اوكي البوهر افكت هو تاثير الهيدروجين ايون اند سي او 2 على ارتباط الاكسجين بالهيموغلوبين او قدره الهيموغلوبين على انه ينطي اكسجين للتشيو حسب حاجه هذا التشيو. شنو مقياس حاجه هذا التشيو؟ هو تراكيز الهيدروجين والسي او 2. اذا بها تراكيز عاليه من واحد من عندهم او كلاهما معناته انه هذا التشيو يحتاج الى اكسجين، فيصير تغير بالهيموغلوبين ستراكشر بالكونفورميشن بحيث انه الهيموغلوبين يفضل يكون بالتي ستيت، وبالتالي التي ستيت هي تكون دي اوكسجينيتد يعني ينطي الاكسجين اللي عنده. هذا هو بوهر اف. شكرا ان شاء الله. شكرا دكتور. دكتورة تقدرين توضحين اللوستريك افكتس؟ اللوستريك افكت هي اللوستريك افكتر يعني شنو؟ يعني جزيئات سمول مولكيول ترتبط بالهيموغلوبين بمكانات اخرى، مكان غير مكان ارتباط الاكسجين، لكن هي اما تفتح او تغلق مكان ارتباط الاكسجين، يعني تساعد على انه يرتبط بسهولة بالاكسجين او تساعد على انه ينطي الاكسجين بسهولة. هذه هي الالوستريك افكتر واللي هي لخصناها بالهيدروجين ايون CO2 PBG.
هذه هي اللوستريك إفكتر، يعني الجزيئات ترتبط بالهيموغلوبين تخليه غير سلوكه. أوكي شكرا. تفضل حيدر. لو منو اوكي شباب انا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على صبركم. هذه احنا ان شاء الله فد يعني بالوحدة الا عشرة نبدي، خلي يكون رايت عشر دقائق، بالوحدة الا عشرة ان شاء الله نبدي. شكرا لكم.